بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التشخيص والانواع بتاعت السكر، واتفقنا ان اهم حاجة عندي عايز اعرف انا هشتغل ازاي او هتشخص ازاي وهتبقى الامور ماشية ازاي. النقطة المهمة هاخد انسولين ولا هاخد اقراص، وبعد كده اتكلمنا على التشخيص وازاي هشخص. قلنا اشخص السكر ازاي، انا محتاج رقم واحد ان انا اعمل تحليل سكر صايم وفاطر وعشوائي، سوري سكر صايم وفاطر وتراكمي، والسكر الصايم بعد النوم 8 ساعات والصيام 8 ساعات عن اخر وجبه، وسكر تراكمي في اي وقت، وسكر فاطر بعد الاكل في ساعتين من بدايه الاكل. واتفقنا كمان على نقطه ان الاكل بتاعنا ممكن اثناء الفتره بتاعه الصيام ان انا اخد الدواء بتاعي عشان في عندي ادويه. استاذ عبد الله اهلا وسهلا بحضرتك، انا مبسوط قوي قوي بكلامك ودايما بالمساعدات بتاعتك والمشاركات بتاعتك. هو الصايم اقل من 100، الاي دي اي في الاخر قالت 100 ما قالتش 110، قبل كده كانت بتقول 100 وبعد كده وصلنا ان احنا بنتكلم في 110، ودي حاجه كويسه قوي بالنسبه لنا، يعني انا مبسوط بيها ان احنا وصلنا ل 100 مش ل 110. فكنت اقول حضرتك تمام تسلم. الفكره بس بتاعتنا تاني، احنا كنا بنتكلم على التشخيص، وبعد ما شخصنا قلنا هنبدا نحط الاهداف بتاعتنا، وكان الاهداف بتاعتنا كانت ايه؟ لو حد يتابع معايا كده فكرني كده احنا كنا عايزين نعمل ايه؟ احنا قلنا احنا عايزين نبعد عن المضاعفات بتاعت السكري، فكانت الخطوه الاولى ان انا لازم يكون السكر بتاعي زي سكر اي حد. يعني احنا عايزين الارقام بتاعت الطبيعي، فاكرين الارقام؟ قلنا 70 ل 110 ده الصايم، و70 ل 140 سوري 70 ل 100 مش 70 ل 110 ده الصايم، 70 ل 140 ده الفاطر، وتراكمي اقل من 5.7. الارقام ديت احنا لسه في جزء ما بين الصايم ما بين الطبيعي وما بين الدايابيتيك بيشنت او المريض السكري، وسميناها مرحله ما قبل السكري، واتفقنا ان دي مرحله مهمه لان انا ممكن في الفتره ديت ان انا اقلبها واعكسها واوصل في الاخر نبقى انسان طبيعي لو انا مشيت صح. وفي نفس الوقت ان ممكن لو انا ما خدتش بالي وما ما حافظتش كويس ان انا اوصل لمرحله ان ابقى بقيت سكري، فكانت مهمه قوي المرحله ديت، واحنا اتفقنا ان احنا نتعامل معاها في الاهميه كمرحله السكر بالظبط. اتكلمنا كمان عن الاهداف بتاعتنا وقلنا اول نقطه فيها اللي هي البعد عن المضاعفات. احنا هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الانسولين، بما ان احنا هنتكلم عن الانسولين يعني احنا بنتكلم على النوع الاول. سؤال مش اجباري، التهاب الاعصاب ممكن يتعكس؟ هنتفق، انت وصلت لفين في التهاب الاعصاب وايه السبب بتاعه؟ يعني انا عندي اسباب كتيره ممكن تعمل لي الدنيا بايظه، يعني ايه؟ يعني انا بقالي قد ايه في قصه الاعصاب اللي تعبانه، والسكر بتاعي كام، ووصلت لغايه كام، وكانت الارقام بتاعتي عاليه لفترات قد ايه، وعندي مشكله ثانيه ولا بس على قصه ان السكر حصل له ارتفاع لفترات طويله فبوظ لي الدنيا. يعني خلينا نتكلم بصفه عامه، سكر بس ولا سكر معاه تسلط شرايين، ولا سكر معاه ضغط وتسلط شرايين، ولا كذا ولا كذا، هي الموقف كده. فاحنا بنحتاج تقييم، انا دايما بقول محتاج تقييم شامل انا ابدا العلاج بتاعي. فقبل ما نبدا نتكلم على التشخيص، قبل ما نبدا نتكلم على العلاج لازم تشخيص سليم. عرفني الوزن بتاعي زياده ولا مش زياده، في تسلط شرايين، في سجاير، في دهون، عملنا حاجات من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الكورونري ارتي سوري اللي هي الدوبلر والحاجات ديت عشان نشوف كميه الدم اللي رايحه الاطراف اخبارها ايه. الكلام ده كله بيبقى فارق معايا كتير. نرجع تاني كلامنا، ولو في سؤال برضه هجاوب عليه، وهتبقى الاهميه للاسئله هنا بغض النظر عن احنا واقفين فين او احنا بنتكلم ازاي. كويس؟ احنا رجعنا تاني هنتكلم عن الاهداف، ايه رايكم؟ ايه هدفي بالنسبه لنظام السكر؟ انا بدفع فلوس كتير، انا بدفع فلوس كمصاب سكري، بدفع فلوس في الكشف، بدفع فلوس في التحاليل، بدفع فلوس في المعمل، في الادويه، ايه الفايده من اللي انا بعمله ده؟ يعني ايه الفايده؟ ما احنا عشان نحقق الهدف لازم اعرفه من الاول، يعني مش هنتكلم ان احنا بعد 10 سنين من دلوقتي سكري مظبوط ولا مش مظبوط وانا مش عارف انا هظبطه ازاي وهظبطه ليه. فاحنا بنتكلم في التفاصيل دي من دلوقتي. ايه رايكم؟ الادوات بتاعت اللي انا بظبط بيها احنا بنسميها نظام كامل لاداره السكر، مش بتكلم بس على قد علاج. مفيش علاج بيظبط سكر، مفيش روشته الدكتور هتظبط سكر، احنا بنتكلم على نظام متكامل. النظام المتكامل ده رقم واحد فيه نظام غذائي صحي، ده رقم واحد. رقم اثنين الحركه بتاعتنا، حركه يعني مش بتكلم في رياضه عنيفه ولا حتى رياضه، انا بتكلم
اتليست يعني بتكلم يوميا نص ساعه مشي، انا مبسوط بيه، ما عنديش اي مشكله في حاجه زي كده. يعني لو هتمشى كل يوم نص ساعه انا هبقى مبسوط. طبعا لو هيوصلني للهدف بتاعي، يعني نص ساعه مشي هتوصلني للهدف كويس، مش هتوصلني يبقى لك عندي ديفكت ممكن ازودها. طيب هجاوب، احنا اتفقنا الاسئله لها الاهميه. السؤال الثاني، الوصول لمعدلات سكر طبيعيه لمنع المضاعفات، جميل، وعدم تفاقم مشكله مقاومه الانسولين، جميل. ايه كمان؟ انا هكلم الاطفال النهارده، بنتكلم على الانسولين واللي بياخدوا انسولين نوع اول، او نوع ثاني حصل له فيلير او حصل له سكند فيلير او البنكرياس بتاعه ما عادش قادر يطلع انسولين. فخلينا نتكلم على اللي معتمدين على الانسولين اكتر اللي هم الاطفال. فانا هتكلم على ان انا عايز الوزن بتاعي يكون كويس، ما يكونش قليل ولا يكون عالي، عايز ان يكون ايه كمان، عايز تحصيل للدروس، انا عايز اتعلم كويس وعايز ذكاء كويس وعايز تركيز كويس، عايز نمو طبيعي، انا لسه قدام مني فتره طويله وهطول وكذا 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 وفتره البلوغ مهمه جدا بالنسبه لي يكون سكري مظبوط، ومش هعتمد على الاي دي اي هنا في الجمعيه الامريكيه والتوصيات بتاعتها ان يكون سكري 7.5 و7 و8 والكلام ده بتاع الاطفال، ان انا ابقى لغايه 7.5 كويس، لا انا محتاج ان انا يكون سكري احسن من كده. عايز ايه كمان؟ عايز تركيز كويس، تحصيل دروس، عايز ان بعد 10 سنين استمراريه، يعني انا عايز رقم اخر حاجه او هنخليها رقم صفر، ان هي اول حاجه اللي انا هعمله يبقى صح يبقى استمراريه، واللي يبقى غلط اشيله دايما، يعني انا عايز استمراريه في نظام اداره صحيح وسليم. ده هيتم ازاي؟ مش هيتم برضه برشوت الدكتور ابدا، ومش هيتم بقصه خالص ان حضرتك تجي لي زياره في العياده حتى ولو مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10. ده جزء صغير من المنظومه، انا عايز حضرتك تتعلم تقرا تناقش تسال تفهم ترجع تاني تناقش، ولو انا ما ناقشتش معاك وما ردتش عليك في كل سؤال واهتمينا بالاسئله بتاعتك وتعلمنا وشفنا الاخبار ماشيه ازاي، حضرتك ما تجيليش دايما، ما تجيليش ولا تقابلني في المستشفى ولا تقابلني في اي حته، ولو كلمتك ما تردش عليا، انت الاساس في القصه كلها ان احنا نتعلم، لو ما اتعلمناش ما علمتش حضرتك واديت لك مفاتيح تتعلم منها في اي مكان ثاني مش هنستفيد ومش هنقدر نكمل، لان القصه مش على قد قصه رشيد الدكتور ولا زياره الدكتور. طيب انا بتكلم عن نظام صحي، رياضه او حركه يوميا، بتكلم مع انسولين، احنا هنتكلم مره انسولين النوع الاول. طيب الكلام ده كله لازم يكون بشكل مستمر عشان اقدر احافظ على جسمي فتره اطول. طيب الكلام ده مش هينفع برشيد الدكتور ولا زياره الطبيب ابدا، ده جزء بسيط من المنظومه كلها. حضرتك بقى لازم تسال وتتعلم زي ما حضرتك دلوقتي الكلام اللي بيقول، عايزين معلومات عن السكر عند الناس الطبيعيه 100%، واللي مش حصل لها ضعف البنكرياس او مقاومه انسولين بغض النظر عن ارقام التشخيص اللي بتحطها الجمعيه المتخصصه. الجمعيات المختصه. استاذ عبد الله احنا هنتكلم النهارده عن الانسولين، ما اتفقنا المره اللي فاتت نتكلم عن الانسولين، حضرتك عايز اي سؤال في الانسولين مع حضرتك. اي حاجه يعني قصه مناقشه مشكله مقاومه الانسولين دي مهمه جدا جدا، وهتاخد مننا كلام كتير النهارده. نرجع تاني بقى للانسولين، وهجاوب على حضرتك في الاخر لو بقى في وقت، مفيش وقت مع حضرتك، لو مفيش وقت هستاذنك يبقى في المره الجايه ان شاء الله. لان المره الجايه هتبقى عن النوع الثاني معظمها. ده سؤال راجع يعني ماشي مع حضرتك فاهم كويس. عن التشخيص، طب خلينا نتكلم وهرجع لحضرتك السؤال ده. طيب ماشي قول حضرتك، هنجاوب، انا اتفقت ان الاسئله عندي اهم من المعلومات اللي هنقولها. عاوزين معلومات عن السكر عند الناس الطبيعيه 100% واللي مش حصل لها ضعف البنكرياس. قصدي حضرتك النوع الثاني اللي كمل على اقراص وكمل على نظام غذائي او حتى نظام غذائي ورياضه بدون اقراص، في ناس كثيره جدا ومعانا، في ناس معانا متابعين وعاملين النظام الغذائي الاساسي وعاملين القصه بتاعت ان هم ماشيين على الجلوكوفاج اللي هو الميتفورمين، بعيد خالص عن المجموعات اللي هي بتستنزف البنكرياس. وناخد بالنا بتستنزف البنكرياس بمجموعات ادويه وبالنشويات الكثيره في الاكل بتاعنا وعدم الحركه. طيب انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا دلوقتي هظبط اموري وهقلل النشويات بتاعتي وهظبط الحركه بتاعتي، يبقى انا زودت حسيت الجسم العامل الانسولين، يبقى انا استفدت لفتره ابعد وريحت البنكرياس بتاعي. كويس كده؟ في مجموعه كبيره جدا جدا عامله كده ومكملين وكويسين قوي، بس في ريستريكشن عاليه في النشويات بتاعتهم، يعني مقللين نشويات لحد الان. كويس؟ نكمل بقى الانسولين، لو حضرتك ظهر السؤال تاني قوله وانا هجاوب على حضرتك. هنتكلم عن الانسولين. السؤال اللي سالته 1000 مره ودايما بزعل منه. هو الانسولين وحش؟ لا هو الانسولين مش وحش، طب نعرف الاول يعني ايه هو الانسولين؟ الانسولين عباره عن ايه؟ ده هرمون الجسم بيفرزه، ومعنى ان الجسم بيفرزه حصل فيه مشكله وخلاص مش بقدر اخده، يبقى انا محتاج ان انا اخده من بره. طب خدته من بره بشكل سليم بطريقه معينه بكذا بكذا بكذا، يبقى انا خلاص خدت اللي هو زي البنكرياس الطبيعي، احنا مش هنقدر نوصل للبنكرياس الطبيعي، بس على الاقل بحاول احاكيه، ولو وصلت للمرحله ديت يبقى احنا ماشيين صح، واقدر اقول لحضرتك ان على المدى البعيد هتبقى الامور كويسه.
في نقطة برضه عشان أنا اتسألت فيها كتير قوي، اشمعنى النوع التاني بياخد أنسولين وأنواع أنسولين معينة؟ هما هنا كانوا بيتكلموا على الحقن اللي هي تحت الجلد اللي هي بتتاخد مرة في الأسبوع زي كذا وكذا، ومش هذكر أسمائهم لأن لهم آثار جانبية خطيرة زي التهابات البنكرياس وزي كانسر في الثيرويد، وبالتالي أنا مش بفضلهم ولا أوصي بيهم للنوع التاني، بس أنا بس حبيت أفرق ما بين إن هما حقن بتتاخد تحت الجلد وإن هما أنسولين. لا، هما مش أنسولين، والنوع الأول هو اللي بياخد حقن والنوع التاني بياخد أنسولين، والنوع التاني بياخد أنسولين لو حصل له فيلير أو حصل له البنكرياس بتاعه مش بيطلع أنسولين خلاص. طيب، هو احنا ايه قصه تحت الجلد دي صحيح؟ هو احنا ليه مش بنديه بالفم؟ لان لو ودينا بالفم هيحصل له تكسير في الجهاز الهضمي وهيجي عليا ومش هستفيد منه. بس انا بقى هرجع تاني للنقطه بتاعت انه تحت الجلد، اصل تحت الجلد دي نقطه مهمه. ليه بقى؟ حضرتك بتقول لي ان تحت الجلد هيتاخد دلوقتي حاطه تحت الجلد، طب هيوصل للدم امتى؟ هو هيشتغل امتى؟ هو هيشتغل وهيشتغل كويس قوي لما يوصل للدم، وبعد كده سيركيليت في السيركيليشن بتاعت الجهاز الدوشي. طيب يعني ايه؟ يعني مش حضرتك حقنت دلوقتي الانسولين هيشتغل دلوقتي؟ لا، انا في فتره ما بين الحقن بتاعي وما بين ان هو يوصل للدم ويشتغل، وما بين ان هو يوصل لوقت الذره، وبعد كده بينتهي من جسمي. طيب الكلام ده مهم في ايه؟ ان انا عندي انواع انسولين كتير، وكل نوع له طريقه مختلفه، وكل نوع بيشتغل بنظام معين. انا بصوا يا جماعه، بس عشان ما ننتوش من بعض، لما الدنيا تقف في حاجه معينه حد يديني هنت او يكتب لي رساله، او لو الصوت راح حد يعلق معايا بعد اذنكم. نكمل. فانا عندي انسولين سريع وانسولين نهائي وانسولين متوسط، هنشرحهم بالترتيب ونشرحهم كده واحده واحده. الفكره بس في نقطه ان الانسولين ده هياخد وقت لغايه ما يوصل للجسم، يبقى مفيش حاجه اسمها ان انا هاكل بعد كده احقن، او ان انا هحقن واكل مباشره. لا، مش هينفع. الصح ان انا هحقن الاول وهستنى، طبعا قبل الحقن لازم احلل، وبعد كده هستنى واحقن، وبعد كده استنى الفتره اللي احنا متفقين عليها، وبعد كده اكل. ده اللي احنا متفقين عليه، لكن قصه ان انا هحقن واكل مباشره ده مش صح، او ان انا احقن وبعد الحقن ابقى اكل ده مش صح. طب نلجا لها في بعض الاوقات حسب النظام الغذائي اللي احنا ماشيين عليه. الناس اللي موقفه نشويات خالص ماشيه على بروتين ودهون، في حاجه اسمها لو كارب او كيتوجينيك دايت، بنمشي معاهم على النظام ده وبحقن. بس خلينا نتكلم بالصفه العامه، لا، الكلام ده مع الناس اللي لها سيستم معين. طب والاطفال الصغيرين بيتعبونا في الاكل وكذا وكذا، والله يصدقني الافضل ان احنا نحقن الاول، نستنى ربع ساعه ونعمل، ما قدرناش حاضر، يبقى احنا نستفيد بالانسولين السريع اسرع واحد فيهم، وبعد كده اكل بعد كده احقن. بس الكلام ده ما يبقاش بصفه مستمره، ممكن اعمله في مره او مرتين لغايه ما اقنع الاطفال ان هم يمشوا ازاي صح ونظبط امورنا. نرجع نكمل تاني. طيب احنا هنقول بقى السؤال بقى القديم تاني بتاعنا، هو الانسولين وحش؟ طب هو الانسولين بيزود الوزن؟ طب هو ايه مضاعفات الانسولين؟ ايه رايكم؟ مين الانطباع اللي عندكم عن قصه الانسولين وحش او حلو؟ حد يجاوب كده، او حد يتابع معايا ويقول لي ايه الانطباع اللي عنده، اذا كان الانسولين وحش ولا حلو، او الانسولين بيزود الوزن او ما بيزودش، او ايه مضاعفات الانسولين؟ مهم جدا لكن بحدوده. جميل. وزيادته بتزود الوزن وبتمنع حرق الدهون. يعني بتمنع حرق الدهون، هو ده بيخزن دهون في جسمي، لان الانسولين عامل بناء فبيبني الجسم، والحاجات من ضمن الحاجات اللي بيبنيها الدهون وبيخزنها في الاماكن بتاعته. ماشي، كويس. ايه تاني؟ امال ايه قصه الانسولين وحش والنوع التاني دايما بيبقوا خايفين من الانسولين ونهدد المرضى، انا هديك انسولين، انا هعمل، انا هخلي؟ القصه وما فيها ببساطه خالص، الانسولين ده هرمون، ولو فقدناه لازم ناخده من بره بشكل معين، بطريقه معينه، بطريقه معينه، بنظام معين، بجرعات معينه. هي دي المشكله بقى، ان الناس بتخاف من المجهود، هو ما يعرفش ياخد الانسولين بتاعه ازاي وجرعات ازاي والكلام ده كله، فبيبقى خايف، بيبقى مرعوب. لكن لو اتعلمنا ما عندناش اي مشكله، طالما ان جسمي محتاجه اخده. احنا بنتكلم على اللي حصل له خلية. طب اللي ما حصلوش، لا مش هخوفك، بس انا بقول لك من دلوقتي حافظ عشان ما نخشش في الدايلما، انا عايز جرعه كذا وعايز كذا وعايز كذا عشان نظبط الامور بتاعتي. طيب يعني لو انا بقى بالنوع الاول او النوع الثاني اللي حصل له خلية في البنكرياس او فشل في قدره البنكرياس على افراز انسولين، وعايز دلوقتي ان هو ياخد انسولين، عندي مش اي مشكله خالص، جرعه محسوبه صح حسب كميه النشويات في الاكل اللي حضرتك بتاكلها، ومعامل الكارب اللي حضرتك اللي عند حضرتك اللي بيختلف من شخص لاخر، وهنحقنه بشكل صح، يعني عمودي، السمك بتاع الجلد هيديني القياس السن بتاعي، هنغير في كل مره في المكان بتاعي، هتابع القياسات بتاعتي صح، يعني قبل كل وجبه وبعد كل وجبه بساعتين عشان اعرف الامور ماشيه ازاي، هعرف معامل الكارب بتاعي، هعرف المعامل بتاع التصحيح بتاعي، هعرف الكلام ده كله، يبقى الامور بتاعتي بقت سهله خالص. طيب يبقى معنى كده الكلام ان شاء الله تعالى مفيش اي مشاكل، مفيش زياده في الوزن، مفيش تخزين في الدهون، مفيش الكلام ده كله. عايز ارجع بقى لنقطه زياده الوزن، ليه بيبدا ياخد انسولين وزنه بيزيد؟
حد عنده خلفيه او نعرف ماشي ازاي. لاحظتها مع ناس كتير قوي، اول ما بيبدا يتكلم يقول لك انا كان وزني وحش، وبعد كده لما اكلت لما خدت بدات اخد انسولين الوزن بتاعي اتحسن. موافق. طب واللي ما اتحسنش وزاد، يعني هو كان كويس ولما خد انسولين زادت القصه معاه اكتر؟ اقول كويس. بص سيدي، القصه كلها بتاع زياده الوزن او نقص الوزن تلخص في كلمتين: السعرات الحراريه اللي انا باكلها في اليوم واللي انا بحرقها في اليوم. لو انا باكل سعرات حراريه او بستهلك سعرات حراريه الاثنين قد بعض، يبقى وزني لا هيزيد ولا هيقل. طب لو انا باكل سعرات حراريه اكتر من اللي جسمي بيستهلكها، يبقى الوزن بتاعي هيزيد. والعكس، لو انا باكل سعرات حراريه اقل من اللي جسمي بيستهلكها، يبقى الوزن هيقل. امال ايه قصه الانسولين هنا؟ الانسولين هنا عامل بناء، يعني بياخد اللي حضرتك بتديه له يبنيه. لو حضرتك اديته كتير هيبني كتير، لو اديته قليل هيبني قليل. طب لو انا زودت الانسولين بقى كمان عشان باكل نشويات كتير، ودي المشكله اللي بتقابلنا. حضرتك بتاخد نشويات كتير وبتاخد معاها انسولين كتير، فالطبيعي ان وزن حضرتك يزيد. طب الزياده دي صحيه ولا مش صحيه؟ لا، معظمها ما بيبقاش صحي، لان احنا مش بنمارس رياضه وبناخد كميات زياده، والانسولين اللي بيخش في جسمنا زي ما حضرتك قلت بالظبط بتخزن الدهون في الجسم اللي بتبنيها، فالوزن هيزيد. والمشكله الزياده هنا مش زياده صحيه، لا ده زياده وحشه. يبقى نحسب السعرات الحراريه بتاعتنا، نحسب امورنا ماشيه ازاي. الجرعات بتاعتي اقلل كميه النشويات واقلل على الانسولين بتاعي، وان شاء الله تبقى الامور مظبوطه. يبقى ظبطت السكر، ظبطت السعرات الحراريه بتاعتي، يبقى مفيش زياده في الوزن، مفيش مشاكل، مفيش القصه دي كلها. طيب ايه افضل انواع الانسولين؟ السؤال اللي انا بتساله مليون مره. مفيش حاجه اسمها افضل انواع الانسولين، في حاجه اسمها الاقرب لعمل البنكرياس الطبيعي. طب يعني ايه؟ هقول لك ببساطه، يعني ان الافضل انواع الانسولين هي اللي تظبط لك سكرك وتحقق لك الاهداف كامله، مش تظبط سكر بس، لان احنا ممكن نظبط السكر وبعد كده تحصل لي مشاكل ثانيه. مش احنا عندنا مشاكل كتيره ثانيه؟ قلنا المشاكل الثانيه زي زياده الوزن وزي كذا وكذا وكذا. يعني انا ممكن اظبط سكرك ويبقى الوزن بتاعي زياده، اه ممكن، ايه المشكله؟ ما في فعلا في ناس كده موجودين معانا وخدوا انسولين زياده وكلوا كتير وبياخدوا انسولين كتير وبيتقابلهم مشاكل كتير، بس على المدى البعيد. وده اللي احنا قلنا عليه، الاستمراريه في الاداء وفي التحكم الجيد في السكر، مش قصه يوم ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اسبوع ولا اثنين ولا شهر. انا بتكلم في سنين، بتكلم بعد 20 30 سنه انا ماشي كويس وعارف اموري ماشيه ازاي. وكل ما ابدا بدري كل ما تكون الامور احسن، لان احنا لقينا ان الخلايا الجسم اللي بيبدا من بدري في تظبيط سكره المضاعفات بتاعته بتتاخر كتير جدا جدا، وممكن ما تجيش خالص. على عكس ناس تقول ان لازم مريض السكر او مصاب السكري ان هو يخش في مضاعفات، لا، في ناس كتير جدا ما دخلتش في مضاعفات لحقناهم من بدري، لكن اللي لحقناهم متاخر مضاعفاتهم قليله جدا لكن حصلت، بس بالشكل البسيط قوي، ان احنا لو سيبناهم كانت هتبقى تتفاقم وتبقى فيها مشاكل كتير قوي. نرجع تاني للانسولين بتاعنا، يبقى اتفقنا الانسولين الافضل هو الانسولين اللي يساعدني في تحقيق الاهداف كامله اللي من ضمنها ضبط السكر بتاعي، وليس كل الاهداف بتاعتنا ضبط السكر فقط. طيب احنا قلنا الاول في الاهداف، واتفقنا احنا بنتكلم على النوع الاول او بنتكلم على قصه الاطفال، وبالتالي ان الاهداف بتاعتي من ضمنها تحصيل العلم والتركيز والذكاء وحفظ القران والكلام ده كله، وعايز نمو كويس في فتره البلوغ بتاعتي. يبقى مش قصه ضبط سكر بس، مش قصه ضبط سكر الشهر ده والشهر الجاي والشهر اللي بعد منه وبعد كده عندي مشاكل. طيب نرجع تاني بقى للسؤال، ايه الافضل تاني يا دكتور؟ انا مش هقول لك على الافضل، لكن اقدر اقول لحضرتك الاقرب لعمل البنكرياس الطبيعي. الاقرب لعمل البنكرياس الطبيعي اللي هيريحني، يعني هيخليني اعيش حياتي كويس قوي ودنيتي ماشيه ازاي، واعيش واتحرك واروح واجي، وعايز اطلع رحله هطلع، وعايز اصوم اصوم، وعايز اعمل كذا واعمل كذا، طبعا تحت اشراف طبي. ونتعلم، مش هقول لك ما نتعلمش، لا اتعلم وشوف كل حاجه وناقش واسال وافهم وتعلم، لكن تحت اشراف طبي هيفرق مع حضرتك كتير، خصوصا في فترات الطوارئ وفي فترات المرض حتى لو مش طوارئ سكر. طيب البنكرياس الطبيعي بيشتغل ازاي؟ البنكرياس الطبيعي طول الوقت بيطلع كميه انسولين صغيره قوي بشكل محدد، ومش بتاثر معايا على الاكل بتاعي، لا ده بتاثر بحاجات بسيطه خالص وبتشتغل على ليفل معين. الليفل ده احنا بنسميه انسولين قاعده، اللي هو بيشتغل على الجلوكوز اللي خارج من الكبد، وبرضه الجلوكوز اللي خارج من الكبد بيطلع بشكل معين بشكل بسيط طول الوقت، وبيزيد في فترات الصيام. يعني لو في صيام بيزيد، ولو الصيام زاد المفروض لو المخزون بتاعي زياده قوي بيطلع لي زياده، ولو هو زياده بسيط او هو قليل بيطلع لي اللي يكفيني ويمشيني على قدر حياتي، مش بيديني الاكتيفيتي او الاكسرسايز او اللي هو النشاط البدني الجامد. طيب امال لو كلت البنكرياس مع مجرد ما في نشويات في الفم بيبدا يطلع جزء من الانسولين بتاعه، يعني مش حتى بيستنى لغايه ما توصل للمعده او حتى للجهاز الهضمي.
فكانت القصه بتتكلم في ان احنا عندي انسولين بيطلع من البنكرياس في الاوقات بتاعه عدم الاكل، وفي بقى انسولين ثاني بيطلع فينا، والاثنين لهم كاركتر معين. الانسولين اللي بيطلع مع كميه الاكل حسب كميه الاكل بيطلع لي الانسولين بتاع البنكرياس، بيطلع لي كميه كبيره لو اكلت نشويات كتير، وبيطلع لي كميه بسيطه لو اكلت نشويات اقل، وفي الفتره الثانيه بيطلع لي انسولين اللي هو القاعدي. يبقى بالتالي افضل طريقه للتحكم في السكر ان اعيش حياتي كويس بنيتي ماشيه كويس هي ان انا استعمل ليزر بولس ريجمن او الانسولين القاعدي مع الانسولين السريع. معايا يا جماعه؟ هنت كده صغير بس عشان تعرفوني الصوت كل شويه. طيب يعني ايه انسولين قاعدي؟ احنا قلنا ان ملوش وقت ذره قدر الامكان اللي بيغطي الجلوكوز اللي خارج من الكبد. ايه الانواع اللي موجوده عندنا؟ عندي ليفينير، عندي لانتوس، عندي ترسيبا. دي اسمها انسولينات قاعديه اللي ملهاش بيك قدر الامكان، وان كنا لقينا في بعض الاحيان، بس احنا هنعتمد على الاهم ان ملهاش بيك. الثلاثه دول بيشتغلوا في اوقات مختلفه عن بعض. هما الثلاثه بيقولوا ان احنا بنغطي اوقات معينه، لكن بالبراكس او بالممارسه العمليه ولما لقينا الناس بتيجي تتكلم في ارقام ثانيه، فانا هقول لكم كل واحد بيقول ايه وفي الاخر لقينا ايه. النادي ميل كانوا بيقولوا في الاول انه بيكفي اليوم كامل، وبعد كده قال لك لا بيكفي 18 ساعه او 16 ساعه، ولقينا في الاخر ان هو احنا بنحتاج ان احنا نقسمه كل 12 ساعه. اللانتوس قالوا ان هو لازم يغطي ال 24 ساعه وتاخده وانت مطمن، ولقينا ان هو بيكمل 16 18 ساعه فمع معظم الناس، لكن في ناس بيكمل معاهم 24 ساعه، وبالتالي انا ممكن اقسمه ممكن ما اقسمهوش حسب قياسات حضرتك اللي هي الكنز بتاعنا، القياسات بتاعت حضرتك دي الكنز بتاعنا. اخر واحد الترسيبة وقال ان هو ممكن يكمل معايا يومين 48 ساعه، ورجعوا قالوا 42 ورجعوا قالوا مش عارف 40. المهم في الاخر الترسيبة بتكمل معايا اليوم وبتغطيه كويس قوي. يبقى ده اسمه انسولين قاعدي، وده هاخده مره او مرتين حسب النوع بتاعه وحسب قياساتي. لان احنا برضو لقينا في بعض الاوقات الليفي نير بيكمل مع بعض الاطفال، واخر 3 4 ساعات ممكن نغطي او 6 ساعات بنغطي بانسولين انسولين سريع مع الفتره دي. طيب يبقى ده الانسولين القاعدي، وهنقول اتكلم الجرعات بتاعته بتتحسب ازاي الكلام ده كله، بس انا عايز اتكلم على الانسولين السريع. ليه؟ لان هو ده بتاع الاكل، انسولين وجبات، انسولين الاكل، انسولين السريع، دي كلها المسميات بتاعته. طيب الانسولين السريع ده عباره عن ايه؟ او اللي موجود في السوق عندنا في معظم البلاد العربيه او مصر، هتكلم على مصر عموما خاصه. احنا عندنا اكتر حاجه مشهوره اللي هو النوفو رابي والابيدرا بعد منه والهيمالوج موجودين. الثلاثه دول هم الانسولين السريع اللي موجودين في السوق. طيب هو احنا ليه مهمين بالنسبه لنا؟ لان عايز اعرف طريقه عملهم، لان مش معظم المشاكل دايما كانت بتيجي من والمشاكل المقصود بيها هنا الارتفاعات والانخفاضات، معظم المشاكل بتيجي من الانسولين السريع وليس الانسولين القاعدي. لان يعني القاعدي بنظبطه في الاول ومش بنهتم بيه كتير، لان الجرعات بتاعته بتفضل ثابته معايا فترات طويله، ولما بنيجي نغيرها بتتغير بصعوبه قوي او في كل فين وفين لما بنغيرها. على عكس جرعات الانسولين السريع او كانسولين الاكل او انسولين الوجبات. يا ريت يا جماعه حد يعلق معايا. طيب كمل لغايه ما حد يسال سؤال او حد يعلق تعالي. الثلاثه دول بيشتغلوا ازاي؟ بيبدا عملهم، وكلمه يبدا عملهم دي ترجعنا للنقطه الاولانيه اللي احنا اتكلمنا فيها، نقطه ان هو بيتاخد تحت الجلد، فبياخد فتره لغايه ما بيوصل للدم، وبالتالي فتره العمل دي مقصود بيها ان هو بيبدا بعد ربع ساعه من 10 ل 20 دقيقه، يعني معناها لغايه ما بيتم الامتصاص من تحت الجلد ويوصل لل بلود ستريم او لغايه ما يوصل للدم ويبدا يشتغل. والامتصاص ده مش بيتم مره واحده، ده هو بيبدا جزء صغير بجزء صغير بجزء صغير الى ان نصل لحاجه اسمها البيك بتاعه او وقت الذروه. وقت الذروه دي اكتر وقت انا بخاف منه، ولازم اكون عامل حسابي ان انا لازم اقيس في التوقيت ده. الثلاثه بيبقى وقت الذروه بتاعهم من 60 ل 90 دقيقه، يعني عندي من ساعه ونص الى ساعتين. وده مهم بالنسبه لي ان لازم اكون ظابط الجرعه بتاعتي، وبعد من ساعه ونص لساعتين او من ساعه لساعه ونص اكون عارف سكري ايه حسب نوعيه الاكل اللي انا اكلته. طيب وبينتهي امتى من جسمي؟ يكون الامتصاص بتاعه تم ووصل للدم واشتغل، وبعد كده الكليه والكبد كسروهم وطلعوهم من الجسم. ما هو احنا لازم نفهم برضه نقطه ان الانسولين اللي انا باخده ده بينتهي من جسمي، يعني بيتم اخراجه، لان لو فضل مستمر يبقى الجرعه بتاعتي لوحدها هتكفيني طول العمر. لو مش بيتنضف من جسمي، لكن هو بينتهي بعد التوقيت بتاعه من 2 ل 4 ساعات. والنقطه دي لازم نقف عندها، احنا بنتكلم على من ساعتين لاربعه. فبيختلف مني لحضرتك للتاني من التالت للرابع للمية، يبقى كل شخص مختلف. طب هعرف منين اذا كان في اختلاف ولا ما فيش؟ طب هو الاختلافات دي بتيجي ازاي؟ 2 3 4 2 ونص 3 ونص 4 ونص، يعني حضرتك بتعرف القياسات بتاعتك. احنا في البدايه كده اول ما باجي اقدم لحضرتك الانسولين بقول لحضرتك هتعمل لي تحليل قبل الوجبه، ونحسب الوجبه حسب معامل الكارب وحسب كميه الكارب اللي موجوده في الاكل.
كارب معناها نشويات، معناها كربوهيدرات، دي اختصار لكربوهيدرات، معناها نشويات. حسب معامل الكارب، حسب كميه الكارب اللي في الاكل، حسبت الجرعه بتاعتي مظبوطه، بعد ساعتين اقوم حضرتك اعمل لي تحليل. لو التحليل سليم وانا بفضل بعد ساعه ونص، لان انا عندي البيج بتاعي ساعه ونص، خصوصا لو انا باخد كارب سريعه، فالافضل نتكلم على ساعه ونص الى ساعتين. فلقيت السكر بتاعي مظبوط، طب بعد ثلاث ساعات السكر بدا ايه؟ بدا يحصل لي هبوط. يبقى انا لازم في التوقيت ده اعمل حسابي ان لازم اخد كارب يكفي بقيه الجرعه بتاعت الانسولين، وهنا الجرعه بتاعتي مش طول ساعتين. لكن لو بعد ساعتين لقيته مظبوط، وبعد ثلاث ساعات لقيته مظبوط، لقينا ناس كتير جدا على فكره بيقعد في جسمهم ساعتين. هو ده مريح في نقطه ان حضرتك كده خلاص مش هتحتاج تاخد سناك او تاخد كارب تاني بعد الساعتين. ولو جرعه حضرتك مظبوطه وسكرك مظبوط وعامل كارب مظبوط، هتلاقي ان الاكل قبل الاكل سكرك كان كذا، وبعد الاكل نفس تقريبا الدرجه او المعدل، بمعنى ان الجرعه بتاعتنا غطت الانسولين بتاعنا. سوري الانسولين بتاعنا او جرعه الانسولين بتاعتنا غطت الجلوكوز بتاعنا اللي موجود في الاكل. طيب امال لو انا بقى بقعد ثلاث ساعات يبقى لازم اخد كارب هنا، ولو بقعد اربعه لازم اخد كارب زياده. معنى كده ان انا محتاج في جسمي كارب عشان يغطي الانسولين. يعني ايه ده؟ دي حاجه ايه الكلام ده؟ الكلام ده مهم. نرجع بيه للاساسيات بتاعتنا. لو انتوا فاكرين لو انا في جسمي انسولين لازم اخد له جلوكوز، طب لو فيش جسمي جلوكوز لازم اخد انسولين. بمعنى ان حضرتك هتاكل يبقى لازم اخد انسولين يكفي الاكل، ولو زودت كميه الجلوكوز اللي حضرتك هتاخده في الاكل اللي جاي من النشويات، حضرتك هتحتاج تزود كميه الانسولين اللي حضرتك هتحقنها. والعكس بالعكس، لو انا قللت كميه النشويات في الوجبه هقلل كميه الانسولين. دي طلعنا النقطه اهم، ان مفيش حاجه اسمها جرعات ثابته في الانسولين السريع بتاع الوجبات. تاني، الجرعه الثابته بتاعتي في الانسولين القاعدي وبثبتها طالما مظبط لي سكري، لكن الانسولين بتاعنا اللي هو السريع انسولين الوجبات مش ثابت، مفيش جرعات ثابته، مش هنحتاج خالص قصه الجرعات الثابته الا اذا كنت هثبت كميه الكارب ونوعيه الكارب اللي انا باكلها في الوجبات بتاعتنا. وده بصراحه يعني حاجه غير منطقيه لو انا شغال، لو انا طفل صغير، لو انا في المدرسه، لو انا كبير، لو عندي اي التزامات، لو عندي اي مواعيد، مش هينفع خالص قصه ان انا اثبت المواعيد بتاعتي. حضرتك بقى عايز تثبت مواعيدك وعندك استعداد لكده وتقدر تثبت كده، حضرتك حر، كويس، توكلنا على الله، ثبت مواعيدك وثبت قصاد منها الجرعات بتاعتك، لكن ده مش المنطقي ولا اوصي به، وده مش الانسان الطبيعي. الانسان الطبيعي ان هو يثبت الجرعات بتاعته. نرجع نكمل كلامنا. انسولين سريعه يبقى الجرعات بتاعتي مختلفه حسب كميه الكارب وحسب كميه وحسب معامل الكارب اللي عندي. طيب والتكمله بقى لو ساعتين او ثلاثه او اربعه. لو ساعتين خلصت القصه بتاعتي، ولو هتاكل تاني يبقى حضرتك حاجه من الاثنين، يا تاكل فري من الكارب او ما تاخدش كارب خالص. الحاجه الثانيه ان حضرتك هتعمل الجزئيه بتاعت ان حضرتك تاخد معايا انسولين جديد. يعني لو هتاكل تاني كارب جديد لازم تاخد لي انسولين جديد. لو الكلام ده لو الانسولين بتاعي انتقل من جسمي بعد ساعتين. طيب ايه تاني؟ النقطه دي مهمه. في ايه تاني معانا؟ ايه رايكم؟ احنا بنتكلم ان احيانا بيقول لي ده انا فوتت التحليل اللي بعد ساعتين يا دكتور، اصل انا سكري دايما مظبوط وفوتت التحليل اللي قبل ساعتين اللي قبل الوجبه او اللي بعد ساعتين. بصراحة ما فيش حاجة اسمها إن أنا أفوت، لأن التفويتة دي ممكن تكلفني كتير أوي. بمعنى إيه؟ حضرتك دلوقتي حللت السكر قبل الأكل وخدت الجرعة بتاعتك، وحصل أي ظرف كان، يعني في عندي 1000 ظرف وظرف ممكن يحصله، والسكر بعد ساعتين كان منخفض أوي. طب حضرتك أنا لسه في أنسولين في جسمي هيكمل ثلاث ساعات، هتعمل إيه؟ مش إحنا اتفقنا إن أنا محتاج سناك فيها كارب معين بحجم معين يغطي كميه الانسولين اللي لسه هتشتغل الساعه الثالثه لو انا بيقعد ثلاث ساعات او اربع ساعات؟ طيب ولو هو بينتهي ولسه منخفض السكر معايا؟ ما هو انا برضه هحتاج اخد سناك. طب لو هو عالي انا هحتاج اعمل تصحيح. طب اعمل تصحيح دلوقتي بعد بعد ساعتين ولا هستنى؟ حسب حضرتك بقى. الانسولين بيقعد في جسمك ساعتين، فانت لازم تعمل تصحيح دلوقتي لو السكر بتاعي عالي عن حد معين. طب لو البنكرياس لو سوري لو الانسولين بتاعك بيقعد ثلاث ساعات والسكر عالي دلوقتي، مش هعرف اعمل تصحيح، لان التصحيح ده معناه ان انا بركب جرعات. تركيب جرعات معناه ان حضرتك هتدي جرعه انسولين وفي انسولين لسه في جسمك واحنا بنخاف منها. لا انا مش عايز الجرعات، انا عايز مش عايز تركيب جرعات، انا عايز حضرتك تنتني الانسولين اللي موجود في جسمك الاول، وبعد كده نكمل بالانسولين الجديد، او نشوف اذا كنا هناكل او هنحتاج جرعه ثانيه وجبه ثانيه ومش هنحتاج او الكلام ده كله. احنا القواعد بتاعتنا بتقول ان مفيش حاجه ثوابت. يعني مش حاجه ثوابت، يعني مش هينفع اعمل المريض ده مع المريض ده مع المريض ده بنفس السيستم. مش هينفع ادي انسولين هنا زي هنا زي هنا. الاختلافات
فظيعه، الاختلافات شنيعه، الاختلافات فرق كبير جدا جدا جدا، حتى لو كانوا اخوات بياكلوا نفس الاكل بنفس الطريقه. معامل القاعده بيختلف من شخص للتاني حسب الوزن وطريقه الحياه ونظام الحياه والاكتيفيتي بتاعتي. الكلام ده لازم يتحط في الحسبان. وهرجع تاني، حضرتك عايز تظبط الدنيا هات لي قياساتك. انا ما اقدرش اقول لحضرتك خد كذا او اعمل كذا، مش هعرف اعمل معامل القرن بتاع حضرتك الا بناء على تحاليل حضرتك. مش هعرف اقول لك معامل التصنيف بتاع حضرتك كام الا لما اعرف قياسات حضرتك لما كان السكر عالي حضرتك عملت ايه او خليت ايه. كده واضح الكلام؟ في اي سؤال في النقطه دي قبل ما نتحرك لاي حاجه ثانيه؟ الجزئيه دي كده وضحت سهله؟ طيب جميل. احنا انا بس هتك على نقطه ثانيه، اعمل تيست على نقطه معينه. الميزان بتاعنا بيقول في الجسم انسولين محتاج جلوكوز، وفهمنا يعني ايه الجسم انسولين. الانسولين حضرتك حقنته للوجبه ممكن يستمر جسمي ساعتين ثلاثه اربعه، تختلف من شخص للثاني للثالث للرابع. عشان كده هم حطوا كلمه من الى، يعني رينج، يعني ما يقدرش يقول ان هو بيقعد في جسمك ساعتين او بيقعد في جسمي ساعتين، ما يقدرش يقول انه بيقعد ثلاث ساعات، ما يقدرش يقول انه بيقعد اربع ساعات. في اجسام بتختلف عن اجسام لاسباب كتير قوي، وبالتالي كانت الفكره بتاعت ان احنا لازم نعمل تحاليل قبل، بعد كل وجبه بساعتين، بعد كل وجبه بثلاث ساعات، لغايه ما اعرف التوقيت بتاعه بيقعد في جسمي قد ايه، وبعد كده نبدا نتعامل عليه. وما تزعلوش مننا يا جماعه لما نطلب تحاليل كتير، التحاليل دي مهمه وبناخد عليها قرارات. كل تحليل هيتاخد عليه قرار ده اسمه تحليل اجباري. حضرتك مش عايز تعمل تحليل، انا موافق ما تعملش اي تحليل، بس الوقت اللي هتاخد فيه قرار بناء على التحليل بتاع حضرتك ده اسمه تحليل اجباري، ولازم يتعمل بدون فصال بدون جدال بدون نقاش. مش قصدي ان انا مش هناقش حضرتك، لا انا قصدي ان احنا هنتناقش وهقنع حضرتك. والمثال اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، حضرتك اكلت بعد الاكل بساعتين سكرك عامل ايه؟ ما هو بناء عليه هشوف. لو حضرتك سكرك مظبوط والانسولين بيقعد في جسمك ثلاث ساعات هديك سناك تكمل معايا الساعه الثانيه. طب لو الانسولين بيقعد في جسمي ساعتين خلاص انا اطمنت ان الانسولين انتهى والسكر مظبوط، لا هدي لك اكل ولا هدي لك سناك. طب لو السكر منخفض هدي تو سناكس هنا او هدي سناك دبل، هدي سناك او كارب معين يغطي لي الاول، سوري يرفع لي الاول معدل السكر بتاعي لحوالين ال 100، والمعدل الثاني يبدا يظبطه لي ويوصله لي ويعمل تغطيه لجرعه الانسولين المتبقيه في جسمي. طيب نكمل بقيه الانواع. احنا كده قلنا انسولين قاعدي انسولين سريع، وده النوع الافضل. مش النوع الافضل يا دكتور حضرتك علمتنا، مش حاجه اسمها افضل، حاجه اسمها اقرب لعمل بنكرياس الطبيعي، اقرب الى الطبيعي، ده هو الاقرب للطبيعي. طيب نكمل الانواع الثانيه. في عندي انواع ثانيه هم بيعتبروها بدائل للانسولين القاعدي وبدائل للانسولين السريع. انا بصراحه ما بحبهاش ولا اوصي بها مع الاطفال. يعني ممكن نوع ثاني سكر نوع ثاني حصل له سكند فيلير والبنكرياس بتاعه خلاص مش قادر يفرز انسولين ودخل في قصه ان هو لازم ياخد انسولين خارجي، فانا ممكن اتعامل معاه ساعتها. لكن الاطفال لا لا والف لا. واحنا عندنا في مصر هنا الحمد لله التامين الصحي مدلنا تغطيه كامله، ولو رحت للتامين الصحي وحد قال لك لا ما فيش غير ده متاح، حضرتك ليك الحق ان انت تسال المدير وتتكلم وتطالب بحقك في الانواع الثانيه وتشوف الاخبار ماشيه ازاي، ومن حقك ترفع قضيه اداريه وتاخد الانسولين بتاعك اللي انت عايزه اللي احنا اتفقنا عليه، انسولين سريع مع انسولين قاعدي، وده مضمون 100% بالنسبه للاطفال اللي في سن الدراسه. كويس؟ طب ايه هي الانواع البديله اللي احنا ممكن نستعملها في حاله عدم توفر؟ في حاله عدم توفر الانسولين القاعدي والانسولين السريع. هنتكلم عن الانسولين القاعدي الاول. في عندنا حاجه اسمها انسولين متوسط المفعول اللي هو الام دي اتش او الانسولاتر، ده الاسم المشهور في مصر. ده بيقعد معانا فتره من 12 ل 16 ساعه، ده بيبدا شغله بعد ساعتين وبيستمر، او وقت الديك بتاعه وقت الذروه بتاعه. احنا اتفقنا لو طالما بتكلم على الانسولين بيتحقن تحت الجلد يبقى لازم تبدا لي رقم واحد بيبدا عمله امتى، بيستمر قد ايه، وقت الديك بتاعه قد ايه، لان بناء عليه هاخد القرارات بتاعتنا الامور ماشيه ازاي. طيب هو بيبدا شغله بعد ساعتين وبيستمر في جسمي من 12 ل 14 ساعه، واحيانا بس انا بحب اقول 12 ساعه بس فقط لان هو ده اللي لقيناه في الناس. طيب ووقت الديك بتاعه من امتى؟ من 5 ل 8 ساعات. اتكلمت على ديك، يعني في وقت ظهر، يعني في وقت انا خايف على البيبي بتاعي او على الطفل بتاعي او خايف عليا لو انا باخده ان يحصل لي هبوط، يبقى انا لازم احلل في التوقيت ده ولازم اكل كارب يغطي الانسولين اللي موجود في جسمي بقاله ديك في الفتره دي. طب يعني ايه برضه؟ يعني حضرتك لو هتمشي تمشي طفل مظبوط مش هينفع تديله الانسولين ده، لو انا عندي طفل مش هينفع اديله الانسولين ده لان له وقته ذروه. طب انا ما عنديش غيره، حاضر يبقى نتكلم عليه ونشوف بيشتغل ازاي ونحاول نمشي امورنا عليه، بس ده مش صح،
ده مش مظبوط. طالما عندي البديل الثاني او مش البديل، عندي الاساس اشتغل بالاساسي، ما عنديش الاساس اشتغل بالبديل لغايه ما اوفر الاساسي مره ثانيه. طيب ده اللي هو الانسولين او الانسولين المتوسط المفعول. يبقى انا في الوقت ده مفيش حاجه اسمها ان انا باخده مره واحده، مفيش حاجه اسمها ان انا مش هاخده ومش هحلل، لا ده انا هاخده لازم احلل في التوقيت بتاع البيج بتاعه، ولازم اغطي كارب في وقت البيج بتاعه. طيب مش احنا قلنا نرجع تاني للميزان بتاعنا، انسولين تدي جلوكوز، جلوكوز تدي انسولين يغطي ده، ولازم في ميزان ما بين الاثنين، لازم كفتين مظبوطين، لان لو ما ظبطش كفتين يا السكر بتاعي هيقلى جامد قوي لو الكارب اسرع او اكتر، ولو العكس لو الانسولين بتاعي اكتر يبقى الانسولين السكر بتاعي هينزل. نكمل ايه الانواع الثانيه اللي هي بنحطها مكان انسولين الوجبات، انسولين السريع، الانسولين اللي احنا قلنا عليه الهيمالوج النوفو رابيد، والنوع الثالث كان الابيدرا. طيب النوع اللي احنا بنشتغل بيه كان اسمه اكت رابيد، هو ده انسولين سريع يا دكتور؟ لا هو مش انسولين سريع، هو اسمه انسولين مائي، ولما كان اكتشافه في التوقيت ده كان ما كانش لسه طالع انسولين السريع او اللي هو شورت اكتنج، وخلينا نقول ده شورت اكتنج اللي هو النوفو رابيد والابيدرا اللي هم بينتهوا بسرعه من الجسم، ونسمي ده انسولين سريع او انسولين مائي، وانا بحب تسميه الانسولين المائي. اسمه ايه؟ انسولين اكت رابيد، المشهور بتاعه في مصر اسمه اكت رابيد، ده اشهر حاجه. طيب الاكت رابيد ده هينفع بديل عن الانسولين بتاع الوجبات او الاكل اللي هو النوفو رابيد والابيدرا والهيمالوج؟ احنا هو مش هينفع او مش هو الاختيار الصح، بس احنا بنقول لو مش متوفر عندي الثاني هستعمله. طيب ده لما هتكلمني على الانسولين لازم تكلمني على ثلاث حاجات يا دكتور. هكلمك عن رقم واحد بيبدا شغله امتى؟ من نص الى ساعه، يعني هتستنى نص ساعة حد أدنى لما تشحنه، يعني مش هينفع حضرتك تقول لي أنا هحط الأكل وأحقن الأنسولين وأكل، لا مش هينفع خالص. حضرتك رقم واحد تقيس، رقم اثنين تحط تحقن، رقم ثلاثة تستنى نص ساعة لغاية ما تاكل. طب أنا عندي وقت الشغل بتاعي ولازم أنزل ولازم أعمل، لا حضرتك تصحى بدري نص ساعة وتحقن الأنسولين نص ساعة بدري، وبعد كده تستنى وبعد كده تاكل. أنا بتكلم على السيستم العام، السيستم الشامل، الحاجات الكبرى. محدش يقول لي ده السكر بتاعي منخفض فانا هستنى 10 دقائق، لا انا بتكلم عن السكر المظبوط. وطبعا لازم قياس قبل الوجبه، لازم قياس بعد الوجبه بساعتين. طب ايه المشكله الثانيه مع الاكت رابيد؟ ان الاكت رابيد كمان بيكمل معايا وقت البيج بتاعه من ساعتين لاربع ساعات. هناك كان من 60 ل 90 دقيقه، يعني من ساعه لساعه ونص. هنا بيكمل معايا من ساعتين لاربع ساعات، يعني تخيل وقت الانسولين الثاني اللي هو النوفو رابيد والابيدرا ده مكمل معاك وبيج، وبينتهي من الجسم من 5 ل 6 ساعات، واحيانا بيكمل 6 7 واحيانا 8، بس مش ده الاساس، الاساس هو لغايه 5 او 6 ساعات. يعني لو سيبني اقعد في جسم 6 ساعات ويبقى محتاج اراقبه، محتاج اخد له كارب بطيء شويه يكمل معايا بعد الساعتين، محتاج اخد سناك كافي الانسولين اللي مكمل معايا اللي هو وقت الذروه بتاعه من ساعتين لاربع ساعات. ثاني يا جماعه هيكون في معلومه محتاجه توضيح اكتر، يا ريت حد يكلمني. لو انا بتكلم بسرعه حد يثبتني ويقول لي لا استنى شويه يا دكتور، نراجع نقطة معينة يا دكتور، أو لو في سؤال حطوه عشان نتناقش فيه، هو من الأولوية للأسئلة إن أنا أفتح كلام اللي عند حضراتكم أكتر. طيب كده خلاص الجزئية بتاعت البدايل بتاعت الأكت رابيد، سوري البدايل بتاعت البيزل بولس، البدايل بتاعت الأنسولين القاعدي، وهي ليست بدايل ولكن حاجات تعويضية لغاية ما أوفر الأساسي. والأنسولين السريع الأكت رابيد. لغاية دلوقتي كده إحنا ما اتكلمناش على حساب النشويات، ولا اتكلمنا على الكارب بتاعنا، ولا اتكلمنا في نقاط معينه احنا ذكرناها في النص وعديناها بسرعه. حد عنده استفسار على الحاجات ديت ولا اكمل وابدا فيها؟ وفي سؤال اتقال في النص وانا هرجع له تاني، استاذ عبد الله يسلم وشكرا جزيلا جدا 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 على الجزئيه بتاعت السؤال اللي حضرتك قلته في الاول بتاع تفاقم او زياده حسب مقاومه الجسم لعمل الانسولين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك طيب قبل ما نشرح هنشرح حاجه ثانيه، هنشرح يعني ايه معامل كارب. يعني كل وحده انسولين حضرتك بتاخدها بتغطي او بتحرق او بتشيل او بتظبط لي الانسولين بتاعي السكر بتاعي على معدل معين. يعني ايه؟ يعني انا معامل الكارب بتاعي من 1 الى 20، واحد انسولين الى 20 كارب، اي سي ريشيو او انسولين الى كاربس او الى نشويات. يعني كل وحده انسولين هتغطي 20 جرام نشويات. يعني لو انا هاكل اكل فيه 20 وحده 20 جرام نشويات تاخد عليه وحده انسولين، ده اسمه معامل الكارب. طب ده هيفيدني في ايه؟ يعني انا هستفيد منه في ايه؟ ببساطه خالص حضرتك عشان تظبط الجرعه بتاعتك مظبوط محتاج حاجتين، تحسب لي كميه النشويات في الوجبه اللي حضرتك بتاكلها، وتتكلمني وتقول لي على معامل الكارب بتاع حضرتك.
يبقى الاثنين دول هم الاساس في حساب الجرعه بتاعتي. ايه ده يعني مش جرعه ثابته؟ يعني مش هتاخد كذا 20 وجبه 20 جرعه في الاكل بتاعك في الفطار والغداء والعشاء؟ لا طبعا، احنا بنحسب الجرعه بتاعتنا على حسب معامل الكارب، وده بيختلف من شخص للتاني للتالت، وبعرفه من قياسات حضرتك ومن الجرعات بتاعت حضرتك اليوميه قبل الاكل وبعد الاكل قياسات. يعني مش هقدر اقول لحضرتك انت معامل الكارب بتاعك كذا، حضرتك اللي بتقول لي بقياساتك. طيب وايه كمان؟ وتحديد او حساب كميه النشويات في الوجبه بتاعتك. لو انا مش هعرف الاثنين دول مش هعرف احسب الجرعه بتاعتي صح. لو ما عرفتش احسب الجرعه بتاعتي صح يبقى حضرتك مديني جرعه انسولين غير مناسبه لكميه الجلوكوز اللي بتديهولي في الوجبه. طب ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل خلل في الميزان اللي اتفقنا عليه من الاول. كميه نشويات في الوجبه لازم تساوي كميه انسولين محقونه. لو واحده فيهم زادت عن الثانيه في الميزان بتاعي كفه من الاثنين هترجح، وكفه من الاثنين لو رجحت يبقى السكر بتاعي عالي، السكر بتاعي منخفض، ودي المشاكل بتاعت الانسولين اللي بتقابلنا، الانسولين السريع. كويس، يعني انا لازم اظبط الميزان بتاعي لان الاثنين يكونوا مظبوطين. كويس، حاضر. هحسبها ازاي؟ عن طريق كميه النشويات في الوجبه. يبقى لازم نتعلم نحسب النشويات في الوجبه. طيب والنقطه الثانيه معامل الكارب، ده هحسبه لك من قياسات حضرتك، يعني مش هينفع احسبه او حضرتك تحسبه بدون قياسات. نرجع بقى للنقطه الثانيه بتاعت عبد الله اللي هي نقطه من زياده مقاومه الجسم لعمل الانسولين. هو الكلمه دي دايما بنقولها في النوع الثاني، امال ايه اللي جابها هنا في النوع الاول؟ معامل الكارب بتاع حضرتك 1 الى 20، وكنت بتاخد 20 جرام كارب وبتاخد عليهم وحده انسولين، او 10 جرام كارب وبتاخد عليهم وحده انسولين. فجاه لقينا ان حضرتك بدل ما كنت بتاخد الوحده الواحده وبتغطي ال 10 جرام كارب، بقينا نحتاج ناخد وحده ونص او وحدتين او حتى ثلاث وحدات. هو ايه اللي حصل بقى في القصه كده؟ نحسبها مع بعض. حضرتك كنت ماشي على 1 الى 20، بس حضرتك بقيت تزود كميه النشويات بتاعتك في الوجبه الواحده الى 100 جرام نشويات مثلا، فبقيت تاخد مثلا 10 وحدات لان 1 الى 10، فبقيت تاخد 10 وحدات. احنا لقينا ان مش معنى ان كل وحده انسولين بتغطي 10 وحدات ان حضرتك تفتح في النشويات، لا، لان مع زياده النشويات بيحصل لنا مشكله ان المعامل بيختلف، ما بقاش 1 الى 10، بقى 1 الى 7، 1 الى 8. ده معناه ان حضرتك هتحتاج زياده في كميه الانسولين اللي هتتحقن عشان تغطي كميه النشويات الزياده اللي حضرتك حقنتها، اللي حضرتك اكلتها. فبقيت مع ال 100 وحده الطبيعي ان انا اخد 10، مع ال 100 جرام كارب في الوجبه ان انا اخد 10 وحدات انسولين. طب ايه اللي حصل؟ لا ده انا اخدت 12 و13. ده معناه ايه؟ معناه ان بقى جسمي مش بيتعامل مع الانسولين زي ما كان بيتعامل في الاول. مظبوط؟ طيب حد يديني هنت يا جماعه، حد يقول لي كذا او كذا. جميل، اكمل. طيب ايه بقى اللي بيحصل في الحاله زي دي؟ حضرتك طول ما انت بتقلل كميه النشويات قللت كميه الانسولين، زودت كميه النشويات هتزود كميه الانسولين، وبالتالي تحتاج كميه الانسولين اكبر من المتوقع. دي اول نقطه. ثاني نقطه ان حضرتك لما هتديني انسولين زياده، احنا اتفقنا الانسولين الزياده ده معناه عامل بناء، معناه ان الدهون هتتخزن زياده في جسمك، معناه ان السعرات الحراريه اللي حضرتك مديها لي مش محسوبه صح، لان يعني حضرتك مديني كميه كارب زياده، واحنا اتفقنا كارب زياده معناه بالتبعيه كميه سعرات حراريه زياده، لان احنا متفقين ان الكارب بتاعنا بيكون محسوب بشكل معين. فديت سعرات حراريه زياده، كارب زياده، وانسولين زياده، هيبدا الجسم يبني. طب هيبني بشكل سليم ولا يبني بشكل غير سليم؟ حضرتك مش بتمارس رياضه. يبقى دخلنا في قصه ان اللي بيتخزن في الغالب الاعم دهون. دهون بتزود مقاومه الجسم لعمل الانسولين، دي اللي احنا لقيناها في النوع الثاني، ان مشكلتهم دايما في زياده مقاومه الجسم لعمل الانسولين. وبالتالي الانسولين اللي كان بيطلع من البنكرياس عندهم مش بيشتغل كويس. ولقينا في تحسن جامد قوي 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 لما قللنا كميه الكارب اللي بياخدوها. ولقينا ان في تحسن كبير قوي 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 لما بيبدا يمارس رياضه او حركه يوميه. طيب ده معناه ايه هنا بقى؟ او ايه تاني بيساعد في زياده، او ايه المشكله التانيه اللي بتقابلني لما بزود كارب وبزود معاها انسولين؟ في سؤال جه كده بيقول ما احنا حضرتك الهدف بتاعنا ضبط معاملات السكر. حضرتك قلت لنا ان كميه الانسولين بتتاخد على كميه الكارب اللي في الوجبه ومعامل الكارب. طب ما انا اكل الكارب اللي انا عايزه واحقن الانسولين اللي انا عايزه. اول هام حضرتك زودت الانسولين زودت الكارب، مش هتزود معاه الانسولين بنفس الليفل. واتفقنا لو انا 1 الى 10 لو خدت 100 جرام كارب في الوجبه الواحده مش هتحقن 10، هتحتاج تحقن لا اكتر 12 وممكن 15 وممكن احتاج ل 20 كمان. طب وايه النقطه الثانيه اللي بتحصل معايا؟ حضرتك فتحت لي باب، الباب بتاع انا عايز اكل نشويات.
يعني هاكل حلويات، انا هاكل فاكهه، انا هاكل كذا، انا هاكل كذا، هاكل 10 معالق رز مكان المعلقتين اللي كانوا بيكفوني، انا هاكل كذا. طيب ما هو ده معناه ايه بقى؟ معناه بقى مش هيثبت، حضرتك هتحتاج تحرق الانسولين مره واثنين وثلاثه واكثر من كده. معناه ان حضرتك هتحتاج حاجه كمان، مشكله كبيره بتقابلنا. الكفاءه حضرتك اتشخصت ازاي؟ يعني حضرتك من البدايه خالص كان تم تشخيص او ايه اسباب نوع السكر الاول؟ بالظبط يا صد الله، ان انا محتاج ان على المدى البعيد، مش محتاج اظبط لك سكرك شهر واثنين وثلاثه. انا هقدر اظبطه لك، مش انا قصدي انا اللي هو كطبيب بتاعك، او انا اللي هو انت اللي هتتعلم وهنظبط السكر بتاعك. فهنقدر نظبطه بسهوله قوي على المدى القريب، لكن على المدى البعيد انا مش عايز يحصل لي مضاعفات، مش عايز ان يحصل لي مشاكل، لا ده انا عايز سكرك مظبوط، وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. الكلام ده كله مش هيجي من قصه ان في عندي سكر مظبوط وخلصت القصه وضح الانسولين كتير. نرجع بقى تاني للنقطه المهمه، فاكر حضرتك لما اتشخصت وقلنا ان عشان التشخيص في المره اللي فاتت ان عشان اشخص انا محتاج اعمل حاجه اسمها اجسام مضاده عشان اتاكد ان ده فعلا النوع الاول، وان النوع الاول ده خلل مناعي ويكون في مشكله في تكسير خلايا ديتا اللي هي بتطلع الانسولين من البنكرياس، وان المشكله دي معناها وجود اجسام مضاده. طب هي الاجسام المضاده راحت؟ هي الاجسام المضاده ممكن تكون قلت لكن ما راحتش، ده معناه ايه؟ او ان ليه ذكرنا النقطه دي؟ لان لو حضرتك هتاخد انسولين تاني الاجسام المضاده دي ممكن تروح تكسره، ما الاجسام المضاده رايحه ضد الانسولين مش ضد الخلايا دي بس، ففي عندي اجسام مضاده كانت بتطلع ضد الانسولين نفسه، فالانسولين اللي هيطلع هيتكسر. طب الانسولين اللي حضرتك هتحقنه هيتكسر، هيتكسر كله؟ لا، احنا لقينا ان كل ما بتزود كميه الانسولين كل ما حضرتك بتدي مؤثر اكتر كحاجه ستيمولس، كحاجه مؤثر خارجي او كمنشط لقصه للاجسام المضاده. فلو انا حقنت 5 وحدات غير لما احقن 20 وحده، غير لما احقن 60 وحده في اليوم. يعني ايه؟ يعني كل ما بتحقن عدد اكبر كل ما ده بيروح للاجسام المضاده بيقول لها انشطي تاني وكسري تاني واعملي معايا، كل ما بتقلل كل ما كميه التكسير هتقل. يعني برضه حضرتك لما هتحقن، لما هتاكل كارب اقل وتحقن اقل يبقى التكسير اقل، يبقى ضبط السكر بتاعي احسن بكتير. النقطه الثانيه ان حضرتك لما بتاخد كميه كارب اقل فرصه حدوث ارتفاعات بتبقى اقل. يعني ايه؟ يعني حتى لو انا المعامل بتاعي اختلف شويه بسبب ان انا جريت شويه، عملت شويه، ما اتحركتش، كان في مشكله ما، ده بيديني ايه؟ بيديني ان الميزان بتاعي اختل سنه، فالكارب كان كتير قوي فرجع لسكري قوي. طيب لو انا خدت بقى كارب اقل، طب حتى لو الميزان بتاعي كان مختل شويه والدنيا مش مظبطه هيعمل لي بقى ارتفاعات بسيطه، مش هيعمل ارتفاعات جامده. والعكس صحيح، يعني لو انا بحقن انسولين كتير عشان اغطي الكارب الكتير اللي حضرتك اديتهولي، ده هيعمل لي فرصه لحدوث انخفاضات جامده، لان لو الميزان اختل شويه لناحيه الانسولين وكميه الانسولين كبيره. هديك مثال، مثلا ان حضرتك حققت الانسولين بتاعك والمفروض انه بيشتغل بعد نص ساعه، لو اكت رابد او بعد 10 دقائق لربع ساعه، لو ابيدرو او هيمالوج او نوبو رابد، وجيت حضرتك عملت خدت دش مثلا سخن في الجو البرد اللي احنا فيه، او دلكت مكانها فحصل امتصاص سريع، بالرغم ان احنا ظابطين الدنيا كل حاجه اهوت، فالامتصاص بقى اسرع، فبقى عندي كميه الانسولين اللي حضرتك حاقنها اكتر، فده هيعمل لي فرصه زياده لحدوث انخفاض شديد في السكر. طب لو تمت نفس الظروف دي وانا حاقن كميه بسيطه، مش هيحصل معايا انخفاض الجهد. يعني احنا بنتكلم في ان احنا ماشيين سيف سايد، سيفتي مارجن اعلى. يعني انا بتكلم لو انا بلعب على الخط او بلعب في نص الملعب، في فرق كبير قوي 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 ما بين الحالتين. تاني، انا مش بتكلم على كلام نظري، انا بتكلم على كلام الناس طبقته، حتى لو هو كلام نظري في الاول الناس طبقته وكسبنا منه مكاسب كبيره. المكاسب دي امتى؟ لما بقلل كميه النشويات بتاعتي، هقلل قصاد منها الانسولين بتاعي، يبقى حساسيه جسمي للانسولين زياده، هتحرك شويه كمان او العب رياضه او اتمشى حتى كل يوم نص ساعه، يبقى كل وحده انسولين هحقنها هستفيد منها، مش هتتكسر، مش هتبقى في زياده في مقاومه الجسم لعمل الانسولين بسبب زياده الدهون اللي موجوده زياده بسبب الانسولين الزياده اللي انا خدته الفترات اللي فاتت. الكلام ده كله هيفيدني على المدى البعيد، يبقى وزني فضل ثابت لو انا مش عايز ازود وزني، او انا وزني كويس. طب لو انا عايز صحيح، بالمناسبه لو انا وزني كان قليل قوي قبل ضبط السكر، لان احنا لقينا مع عدم ضبط السكر لفترات ان الوزن بتاعنا بيبقى وحش والدنيا بتبقى بايظه وعندي مشكله كبيره، انا باكل كتير وفي نفس الوقت وزني ما بيزيدش وما عنديش استفاده بسبب ان الانسولين اللي انا باخده مش كفايه ومش مظبوط وسكري عالي فترات طويله، والانسولين اللي انا باخده مش بيشتغل وعامل لي مشاكل كتيره قوي.
المهم في الاخر وزني قليل وعايز ازوده، اعمل ايه؟ ماشي، مش اتفقنا ان مش هنزود برضو كميه الكارب، احنا هنزود كميه البروتين وهزود عليها طبعا في الحد المسموح، وهزود عليها كميه انسولين، وابدا امارس رياضه من الرياضات اللي هي بتساعد على بناء العضلات في الجسم. مش هخلي حضرتك ماسكولر وتخش في مسابقات والكلام ده كله، لا، احنا نعمل تمارين بسيطه وحاجات بسيطه وفي توقيتات معينه، بحيث ان انا استفيد من الانسولين اللي انا باخده في بناء جسمي وليس في بناء الدهون. ده انا هبني عضلات، يبدا جسمي يزيد بس زياده صحيه، وتبدا اموري تبقى كويسه. بعيد خالص عن القصه بتاعت ان انا عندي دهون زياده وعندي وزن زياده ملوش لازمه، او وزن زياده وعامل لي مشاكل والكلام ده كله. طيب كده وضحت النقطه بتاعت زياده مقاومه الجسم وامتى بتحصل وامتى ما بتحصلش. هو في تريكه هنا، لان انا بسمعها كتير، والله يا دكتور انا باكل كميه كارب كتيره وباخد انسولين كتير وما عنديش مشكله. ما احنا اتفقنا حضرتك دلوقتي السكر مظبوط، الدنيا مظبوطه، طب وبعدين؟ بعد سنتين، بعد ثلاثه، بعد 10؟ وعلى فكره ما بنستناش السنين دي كلها، المشاكل بتبدا تحصل خلال من 6 شهور لسنه مع بعض الناس، ولو ما مارستش رياضه ولا اتحرك هتبدا اكبر واكبر واعلى وهيحصل مشاكل اكتر بكتير. يبقى نرجع للاساس ونقلل كميه النشويات. تقليل بقى كميه النشويات دي اللي عليها مشاكل كتيره قوي. يعني ايه؟ الاي دي اي او معظم المنظمات العلميه والطبيه اللي بتهتم بقصه السكريين وغير السكريين، حتى الاسبن والاسبن اللي هي الجمعيات الاوروبيه والامريكيه للتغذيه العلاجيه، بتقول احنا عايزين على الاقل 50% من كميه السعرات الحراريه اللي حضرتك بتاكلها تبقى كارب او كربوهيدرات او نشويات. هي دي مشكله؟ تعالى نحسب كده، انا وزني 100 كيلو، لا بلاش 100 عشان احنا مش عايزين وزن زياده، احنا هنتكلم على 70 كيلو مثلا، وانا بتحرك فانا محتاج تقريبا من 25 ل 30 سعر حراري في اليوم، يعني بتكلم تقريبا في 2000 سعر حراري في اليوم. ال 2000 سعر حراري نصهم 1000، ال 1000 دول لو انا هاخدهم من النشويات اللي هو 50% بس، يعني انا بتكلم في حدود 250 جرام كارب يوميا او نشويات يوميا. الجمعيات دي بتقسمها الى صباحا وظهرا ومساء، او 3 وجبات و3 سناكس او 3 وجبات بينيه. والله انا جربت مع ناس كتير قوي ان انا اقلل عن الارقام دي ولقيت نتائج مذهله، ولما ثبتت النتائج الارقام دي على 250 جرام كارب في اليوم، ما بصراحه ما عرفناش نظبط السكر خالص على المدى البعيد ولا حتى على المدى المتوسط. يعني ايه؟ يعني اول اسبوع السكر مظبوط بكميه انسولين عاليه، ثاني اسبوع، ثالث اسبوع، ورابع اسبوع بدانا نخش ان احنا نزود معدلات الكارب بتاعتنا بتختلف، وده تزود كميه الكارب بتاعي، سوري كميه الانسولين بتاعتي. بعدها بفتره لا ده خلاص مش نافع، طب مارس رياضه، طب مش عارف ايه. فمن الصح بقى ومن الصواب من البدايه بعد اذن حضرتك تقلل الكارب. عملنا ايه؟ 250 خليناهم 200، فلقينا ان كميه الكارب اللي قلت دي فرقت معايا في المعاملات وفرقت معايا في حاجات كتير. فعملنا ايه تاني؟ قللنا كمان بعد ال 250 200 بقى 150، لقينا النتائج احسن بكتير. وقللنا شويه كمان، يعني انا ماشي مع معظم الاطفال اللي معايا من 50 ل 100، من 50 ل 100 جابت نتائج كويسه قوي، بس عاملاني برضو في ديفكت في معظم الحاجات. فالناس اللي ماشيه لو كارب، لو كارب دي معناها ان 10% بس من كميه السعرات الحراريه بتاعتي في اليوم من الكربوهيدرات. تعالى احسبها على نفس المثال السابق، يعني لو انا باخد 2000 جرام 2000 سعر حراري في اليوم، باخد 10% منهم نشويات يعني 200 سعر حراري، وكل جرام كارب بيدي 4 سعر حراري، يعني 200 على 4 يعني بتكلم في 50 جرام سعر، 50 جرام نشويات ب 200 سعر حراري، 10% من 2000 سعر حراري الجسم محتاجهم. لقينا ايه بقى؟ لقينا ان الارقام اختلفت تماما، وكميات الوحدات الانسولين اللي بتتحقن اختلفت تماما، ولقينا في حاجات بقى كده ايه ده؟ حاجات تانيه مختلفه كتير. يعني ايه؟ يعني احيانا بدي حضرتك الانسولين بتاعك اثناء الوجبه او بعد الوجبه، وممكن بعد الوجبه بنص ساعه، بناء على كميه الكارب اللي حضرتك بتاكلها، سوري كميه البروتين اللي حضرتك بتاكلها. ولقينا ان كميه النشويات اللي حضرتك بتاخدها لازم تاخدها من مصادر معينه، مش هينفع تاخدها من مصادر سريعه او مصادر كده. دخلنا في سكه ثانيه كده، الموضوع فتح كده، بعدنا عن الانسولين ودخلنا في اللو كارب. انا بحب اللو كارب عشان جاب معايا نتائج كويسه، لكن هو برضه هرجع اقول لك ان هو الاثنين مرتبطين ببعض، الدليل ان احنا قلنا ان كميات الانسولين بتاعتنا قلت قوي لما خدنا مشينا على اللو كارب. طيب هو ثقافه جديده؟ لا، هي ثقافه قديمه وموجوده من زمان، انا مش بخترع،
ده موجود من زمان، وفي ناس كتير كانت ماشيه عليه، وانا كنت من الناس اللي كانت بتقاوم وتقول ايه ده، ازاي عايش من غير عيش ولا رز ومكرونه. ولما انا نفسيا شخصيا مشيت عليه، ومشيت معظم الاحباء معايا اللي كانوا قريبين مني ونصحتهم بيه ومشوا عليه، وبقت جابت نتائج كويسه قوي. الكلام ده من 4 سنين، فبقت اعممه مع المرضى بتوعي واقنعهم بيه، وجابت نتائج حلوه. وفي نفس الوقت كنت بعرفهم دي مش تجربه يا جماعه، انا مش بجرب فيكم، ده في اساتذه وفي مدارس بتقول ان الكلام ده الصح. ووريتهم الريفرنسز او المراجع، وجابت نتائج كويسه جدا معاهم، لدرجه ان هم اللي بقوا يدعوا الى اللو كارب من النوع الثاني والنوع الاول كمان. كده احنا غطينا انواع الانسولين وقلنا الانواع بتاعتنا، عندي بيزل بولس او السريع مع القاعدي، ده الاقرب لعمل الانكريس الطبيعي. وقلنا عندي البدائل الثانيه اللي ممكن تساعدني في حاله عدم توفر الاساسي، وده مش بديل يا جماعه، لكن ده حاجه استعراضيه او حاجه تعويضيه لحين توفير الاساسي مره ثانيه. وقلنا الانسولاتارد هو اللي مكان الانسولين القاعدي، بالرغم ان هو مش انسولين قاعدي. وقلنا الاكتراد مكان الانسولين السريع، او ان هو بينتهي في الجسم بسرعه وهو مش انسولين سريع. طيب فاضل حاجه بقى اخيره وحاجه مهمه قوي قوي، اللي هو الانسولين الارخص والاشهر في مصر واللي معظم الناس ماشيه عليه، اللي هو الانسولين الميكستارد او الانسولين الخليط. في عندي ميكستارد، في عندي نوفو ميكس، في عندي انواع كتيره، البيزل كومب وحاجات زي كده، نتكلم عليها ولا نسيبها السيشن لها لوحدها؟ هو انا مش عارف، احنا كنا متفقين ان احنا في 4 محاضرات، لكن كده واضح ان الموضوع ممكن يزيد مننا. الميكستارد ده حاجه بالنسبه لي مهمه قوي قوي، لان معظم اهالينا وحبايبنا اللي مش بيقدروا يجيبوا البيزل بولس او الانسولين القاعدي مع الانسولين السريع، ولا حتى البدائل بتاعتهم اللي احنا اتفقنا انها مش بدائل صحيحه، مش بيقدروا يوفروها، بالتالي ماشيين على الانسولين الميكستارد او الانسولين النوفو ميكس اللي هو الانسولين الخليط. طريقه عمله ايه؟ طيب حاضر، هنتكلم عن طريقه عمله. طب قول لي الاول النوع اللي مع حضرتك ايه، او النوع اللي حضرتك عايز تسال عليه ايه؟ اللي هو الميكستارد. الميكستارد نوعين منفصلين عن بعض وحاطينهم مع بعض بنسب ثابته، ودي كانت مشكله كبيره قوي. حضرتك حطيت نسب ثابته، النوع البطيء اللي بيستمر اليوم كله، ما احنا قلنا الانسولاتارد مش بيستمر اليوم كله. النوع البطيء اللي احنا قلنا طريقه عملهم ايه، اللي هو قلناه في الاول خالص استاذ عبد الله، اللي هو كان الجيرجين اللي هو المانتس مثلا، او الليبينير او الكريستيلا. الليبينير احنا قلنا نسب الجرعه من البدايه الى نصين، وقلنا ان اللاندوس احيانا بيكمل معايا احيانا ما بيكملش، فممكن اكمل اليوم كله بجرعه واحده، ولو احتجت ان انا اكمل بانسولين سريع معاه شويه اللي فاضيين ما عنديش مشكله، ولو احتجت ان انا اقسمه ما عنديش مشكله. وكلمه احتجت ان انا اقسمه او ما احتجتش دي حسب قياسات حضرتك. ف هو انا بس ليه بقولها وباكد عليها، ان انا لو احتجت اقسمه هقسمه، لان لقيت في ناس كتير قوي ازاي اللاندوس بيكمل 24 ساعه، اللاندوس بيكمل اليوم، ما ينفعش تقسمه. لا، لان في مع ناس كتير ان احنا بنحتاج نقسمه، فسامحني، لا هنحتاج ان احنا نقسمه في حاله ان السكر بتاعي مش مظبوط طول اليوم. وارجع لنقطه بتاعت حضرتك تاني بقى، طريقه عمله اللانس بيبقى شغله بين 2 ل4 ساعات وملوش وقت قمه. وزي ما اتفقنا ان مفيش قواعد، احنا لقينا في بعض الاوقات في وقت قمه صغيره قوي، بس بقت محسوسه مع بعض الناس وبقت بتعمل لي مشكله مع بعض الناس، وبالتالي لقيت ان كل الناس حاسب لو انت هتبدا لانتس وكنت ماشي على حاجه ثانيه، اعرفني الاول هو بيعمل معاك وقت قمه زر ولا مش بيعمل. لو مش بيعمل بعد كده خلاص مش خايف، ولو بيعمل يبقى لازم قياس في التوقيت ده، حتى لو كانت قمه صغيره او قمه محسوسه بالعكس. الانسولين البطيء بيغطي لي الجلوكوز اللي خارج من الكبد، الانسولين البطيء او اللي هو الممتد المفعول او اللي هو بيكمل 24 ساعه، او انا بحب اسميه قاعدي، بيحفظ لي السكر بتاعي في فترات الصيام، في فترات ما بين الوجبات، خصوصا بعد انتهاء عمل الانسولين السريع. مش احنا قلنا لو انا باخد نوبرال او ادرا او هيمالوج ده بيستمر في جسمي من 2 ل3 و4، يعني يا 2 يا 3 يا 4. طيب 2 او 3 او 4 ده معناه ان في عندي اوقات ما فيش في جسمي انسولين سريع. طبعا انا هفطر مثلا الصبح الساعه 7 وخدت الانسولين بتاعي على الساعه 10 او 9 انتهى الانسولين السريع من جسمي. طب ايه اللي بيكمل معايا او بيغطي لي الفترات دي؟ الانسولين القاعدي او الليبينير ترسيلا، الليبينير لانتس ترسيلا. يبقى لازم احسب الجرعه بتاعتي عشان الاقي سكري مظبوط ما بين الجرعات، ما بين الوجبات، وبعد انتهاء الانسولين السريع من جسمي او في فترات الصيام. كده وضحت طريقه عمله ايه تاني؟ اكمل محاضرة محسوس واحيانا كتير مش محسوس.
طيب الليفينير راينا فيه معاه وقت ذروه مع ناس كتيره، عشان كده بنقول لهم خدوا بالكم قيسوا السكر في وقت الذروه اللي انت بتلاقيه، حتى لو ما كانتش قويه لكن هي بقت موجوده ولازم احسب حساباتي واظبط سكري. طيب الترسيبه لانه اكتر من وقت قمه مع الناس اللي شغاله بيه، وان كان عددهم قليل اللي شغالين بالترسيبه لان سعره اعلى، لكن مش هقول انها البيز بتاعي، لا انا هشتغل على هو غير محسوس الى ان حضرتك تقول لي، او انا اقول لحضرتك ان انا سكري بينزل في الفترات دي لاي سبب كان، مفيش سبب قصدي واضح قدام مني، فانا خلاص هعتبر ان التسليمه ده وقت الذروه بتاعي وابدا اغطيه رئيس واتابع التحاليل بتاعتي وابدا اغطيه. طيب النكستارد بقى، النكستارد بقى خليك من نوعين، النوعين دول كانوا منفصلين لوحدهم وانا رحت حطيتهم على بعض بنسب ثابته. النكستارد فيه اكت رابت او انسولين مائي يبدا شغله بعد نص ساعه الى ساعه، وبيستمر من ساعتين لاربع ساعات وقت الذروه بتاعه او البيك بتاعه، وبينتهي من الجسم من خمسه لست ساعات. طيب والثاني الام بي اتش اللي هو المتوسط المفعول موجود معاه بنسبه ثابته هو كمان، يبدا شغله بعد ساعتين ووقت الذروه بتاعه من خمسه لثمان ساعات، وبينتهي من جسمي بعد 12 ساعه تقريبا، وخلينا نقول 12 مش هنقول اكتر من كده. ايه ده يعني انت حضرتك بتقول لي ان انت في عندك في المكستار الجرعه بتاعت الصبح اللي هاخدها الصبح، او لو تاخد كل 12 ساعه دي بتاعت الصبح وبتاعت بالليل، في عندي تو بيكس، في عندي البيك الاولانيه من ساعتين لاربع ساعات، وفي عندي البيك الثاني من خمسه لثمان ساعات. ايوه هي دي مشكله، والمشكله الاكبر ان حضرتك حطيت لي ان الانسولين المائي اللي محطوط اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قلنا ان هو بديل لانسولين الوجبات، الانسولين ده محطوط بنسبه ثابته 30%، والانسولين الثاني متوسط مفعول 70%. ده معناه ان اكل حضرتك لازم يساوي ال 30 وحده اللي حضرتك ال 30% اللي حضرتك حطيتهم او حقنتهم. المشكله الاكبر ان لو حضرتك حسبت على ال 30 وحده وسكت عند وقت الذروه بتاع الانسولين، طيب انا مش عارف المختار اللي هنتكلم عليه ونلحق ونتكلم ونقول باستفاضه، ولا الناس كده هتتلخبط ونرجع تاني للانسولين القاعدي والسريع او البدائل بتاعتهم. اختاروا انا معاكم، لو عايزين تتكلموا ممكن نتكلم، لكن انا مش عايز يحصل لخبطه ما بين النوعين، لان احنا بنتكلم في سيستم مختلف تماما اسمه جرعات ثابته واوقات ثابته وكميه نشويات ثابته وحاجات ثانيه مختلفه تماما غير الانسولين اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو بيمشي بطريقه سلسه، ولو اكلت اخدت ما اكلتش ما اخدتش الكلام ده كله. فشوف انا معاكم مستنى اجابات منكم وانا جاهز لو هنتكلم. طيب ما تيجي نتكلم على الحاجات اللي فاتت ونسيب الانسولين اكسترا لحاله ثانيه ونجيب امثله. يعني نجيب امثله؟ نجيب حاجه حقيقيه فعلا حصلت. هو فعلا الكلام كله مبتدئين يا استاذ انور على اساس ان احنا عايزين نعمل بيز او عايزين ان احنا نبدا قواعد، وان كنت خايف ان في معظم الناس لسه بيسالوا عن ايه كارب ويعني ايه معامل كارب، وقدرت تقتلني بصراحه. ده معناه ان المجهود اللي بيتبذل في الفتره اللي فاتت مش صح، او مش مبذول بطريقه صح، او مش بيوصل للناس بطريقه صح. فكانت دي مشكله بالنسبه لي، والله بتقتلني فعلا او بتخليني مكتئب. لسه في ناس بتسال يعني ايه معامل تصحيح، ويعني ايه معامل كارب، ويعني ايه كارب اساسا، يعني الكلام ده كله. فمش عارف. طيب خلينا نرجع تاني لنقطه ان احنا معامل كارب وحساب الجرعات عاوز محاضره مستقله وموضوع كبير. ماشي مش معترض، كلامك مظبوط. هو عشان هيبقى معاه كمان الجزء بتاع حساب النشويات او حساب الكارب. هو بصراحه كنت متوقع ان الوقت هيعدي ببطء اكتر من كده، او ان الامور اسهل من كده، فاحنا نخلص ونرجع نتكلم. فانا فوجئت ان عدى ساعه ونص تقريبا، او عدى ساعه ونص، تخيلوا ساعه ونص الا خمسه. انا سعيد جدا بوجودي معاكم وفخور جدا بوجودي معاكم. انا عارف ان انا اقدر امد، بس انا فعلا تعبت ساعه ونص من الكلام المتواصل بدون اي بريك، فدي عامله لي ارهاق والله. بس انا بستمتع بالاسئله، لو حضرتك عايز تسال اي سؤال في اللي فات هكمل وهمد، خصوصا لو في البيزكس، لو في الاساسيات هبقى مبسوط قوي قوي قوي. في نقاط عديناها كده برضو من غير ما ناخد بالنا منها، قصه ان انا بتكلم على حقن تحت الجلد، هبقى خايف ان مفيش مشكله في المعلومات الكتير لان اغلب الاشخاص بيتابع المحاضره يوتيوب. جميل، ما هي دي النقطه اللي بتريحني نفسيا شويه، ان ممكن المحاضره تتعاد مره واثنين وثلاثه، حتى لو انا هنزلها على
على اللابتوب عندي او على الموبايل وابدا ان انا اكمل بيها وراجعها مره واثنين وثلاثه، وده حاجه بالنسبه لي جميله قوي قوي. حتى لو الاسئله ممكن نبقى نحطها المره الجايه هنا، او حتى ايفن على صفحتي الشخصيه، او حتى على الموقع بتاع اليوتيوب على المحاضره نفسها. طيب النقطه اللي انا استاذ بس او عديناها بسرعه كده اللي هي المضاعفات مع حضرتك. سامع فاهم كويس قوي صح، كلامك مظبوط. انا حتى حاولت اخش عن طريق الموبايل ما عرفتش، واضطريت ان اخش عن طريق اللابتوب رغم ان بقالي فتره طويله قوي ما اعتمدتش على اللابتوب في اي حاجه. نرجع تاني، الحقن تحت الجلد بيعمل مشاكل. ليه؟ لان لو انا مش حاطط الجرعه بتاعتي بنقطه معينه، والنهارده الصبح مثلا حطيت الجرعه الاولى في دراعي من فوق، وثاني يوم والجرعه اللي بعدها او الانسولين حقن الانسولين بعد منها في رجلي او حوالين الصوره او في دراعي الثاني، وبدات اعتمد على مكان واحد بلاقي ان انا مع ناس كتيره قوي، فبيبدا تحصل مشاكل. احنا اتفقنا الانسولين ده انسولين، الانسولين ده عامل بناء، وانت حضرتك حطيته في حته فيها دهون او الحقنه ما كانتش مظبوطه، فبقينا مش تحت الجلد، بقينا في المنطقه بتاعت الدهون، فبدا يعمل لي تراكم للدهون ويعمل لي مشكله. شكرا لحضرتك سنه امين رب العالمين. فبدا يعمل لي مشكله. طب الحل بتاع المشكله دي ان انا امنعها من الاول. طب هي حصلت، والله انا بحب ان انا اقول لحضرتك روح الدكتور بتاعها الاول يشوفها ويطمني عليها ويقول لي ان دي مش عامله لي مشكله، وانها ممكن تبقى كيورابل، او انها ممكن ترجع تاني تبقى كويسه ريفرسبل، يعني مش خلاص دي بقت ثابته معانا. يدي لحضرتك شويه كريمات، وممكن يدي لحضرتك كمادات ميه دافيه والكلام ده كله. طبعا كمادات ميه دافيه في المكان اللي انا مش هحقن فيه، ولو انا حقنت فتره طويله في مكان معين غالبا بنقول ايه؟ ان احنا هنريح المكان ده بقى خالص ونبدا نظبط امورنا. طب والله كويس، انا فاتح الموبايل مع حضرتك كويس يا استاذه نهى. طب هستاذ حضرتك اتعرفينا الطريقه ازاي ونحطها للناس عشان بعد كده يفتحوا هم كمان عن طريق الموبايل. نرجع تاني، فمن الافضل الوقايه، من الافضل ان انا ما اوصلش حضرتك او ما توصلنيش كمصاب سكري، ان انا اروح احقن في مكان واحد وتحصل لي مشكله وتراكم دهون ويحصل لي شكل مش حلو، ويحصل لي ان المنطقه بقى فيها شكل النوم بتاعها بقى مش متغير، والجلد بقى فيه دروبات طالعه ونازله، وبقى عندي تليف في العضله. الكلام ده كله نقدر ببساطه خالص ان احنا نمتنع عن الحقن في المكان ده لفتره، والافضل ان انا امنع الحدوث ده عن طريق ان انا اعمل روتر النهارده في مكان، بكره في مكان تاني، المكان في وضع يبقى انا غيرت واحقن بطريقه صح. وطبعا الالم بتاعي افضل 100 مره من السرنجه، السرنجه المستورده افضل 100 مره من السرنجه العاديه بتاعتنا القديمه، او اللي هي السرنجه اللي لونها برتقالي اللي هي السن بتاعها مميز شويه والكلام ده كله. ايا كان، يعني انا قصدي ان احنا لو مشينا على الانسولين بالطريقه الصحيحه بجرعه محسوبه صح بحسب معامل القلب بتاعي، بحسب كميه النشويات في الوجبه بتاعتي مع تقليل كميه النشويات، وحقنتها بطريقه صح عمليه وعن طريق القلم وعلى فترات متباعده في المكان نفسه بتاع الحرق، انا ان شاء الله مش هيبقى عندي اي مشاكل خالص في الانسولين، ولا هيزود لي وزني لو انا حسبت الانسولين مع كميه سعرات حراريه مناسبه في اليوم، يبقى مش هيزود لي وزني، مش هيعمل لي مشاكل، ومش هيحصل لي انخفاضات كتيره ولا ارتفاعات كتيره لو انا ماشي وبلعب بعيد عن الخط. بلعب بعيد عن الخط دي معناها ان كميه النشويات بتاعتي اقل ما يكون، وكل ما هقلل كل ما هستفيد اكتر. وبحيي اليو كارب، بقول اليو كارب من افضل الانظمه، وهرجع تاني واقول ان احنا ما عندناش قاعده ثابته، واللي بينفع لحضرتك مش هينفع ليا، واللي ينفع ليا مش هينفع لحضرتك، واللي في الاخر هو المقياس بتاعنا هو الكيرف، هو القياسات بتاع حضرتك. وبقول ان القياسات ديت لو هتكلف حضرتك كتير فهي هتوفر عليك اكتر بكتير، والقياسات بتاعتنا هي الكيرف اللي بنطلع منه المعلومات، والقياس اللي هيتاخد عليه القرار ده حاجه مفيش فيها جدال ومش هينفع ان احنا نفاصل فيها، ونتناقش ويقنعك يقنعني. يعني ايه؟ يعني لو سكر حضرتك دلوقتي الصبح، احنا اتفقنا السكر بتاعنا مظبوط، وسكرنا لما صحينا الصبح لقينا حوالي 100، يعني 90 80 100 110 120 بالكتير، فحضرتك جرعتك تبقى مظبوطه وحسب المعامل، فتاخد الجرعه وتاخد الاكل بتاعك. فحضرتك ما تعرفش اذا كان سكرك 100 ولا 200 ولا 300 ولا حتى 60 او 50. طب ايه الحل في وقت زي ده؟ حضرتك حلل، لو لقيناه منخفض 50 60 او حتى 70 وانت بيحصل لك انخفاضات، لا كل بقى اسماك صغيره وحاجه صغيره كده، كارب سريع صغير يرفعك ل 100
وبعد كده حضرتك تاخد الجرعه بتاعتك وتاخد الاكل بتاعك. طيب ولو انا سكري 300 او 400 مش هديك بقى نفس الجرعه حضرتك، نفس الحاجه اسمها جرعه تصحيحيه عن طريق معامل التصحيح بتاع حضرتك، ونبدا نتكلم بقى عن معامل التصحيح المره الجايه ان شاء الله. فانا اديت لحضرتك معامل التصحيح، حسب معامل التصحيح دي جرعه تصحيحيه، فانا بضيفها على كميه الانسولين اللي حضرتك بتاخده، ولو السكر عالي قوي فانا بحب ان انا اصحح الاول قبل ما اكل وقبل ما ياخد الانسولين بتاعنا. فده معناه ان اخدت قرار يا هاكل الاول وارفع السكر بتاعي، يا اما هزود الجرعه بتاعتي هحط عليها جرعه صحيه، او هاخد الجرعه المعتاده من الاكل بتاعي المعتاد حسب معامل القلب وحسب كميه النشويات. يبقى انا اخدت هنا قرار ولا ما اخدتش قرار؟ يبقى انا التحليل بتاعي غير لي في النظام اللي انا همشي عليه ولا ما غيرش؟ خلاني اتحرك شمال او يمين او كذا او كذا. ده معناه بقى ان مش هينفع باي شكل من الاشكال ان حضرتك تقول لي لا ده انا هفوت جرعه الصبح، اصل انا كل يوم الصبح سكري مظبوط. انا موافق كل يوم الصبح سكرك مظبوط وجرعه القاعده بتاعتك ظابطه سكرك والدنيا زي الفل، بس صدقني الياس اللي انت ممكن تفوته ممكن يكلفك كتير. لا قدر الله لا قدر الله لو حصل هبوط جامد وحضرتك خدت الجرعه بتاعتك وحصل لاي سبب ان كان ان حصل هبوط بعد الاكل بساعتين، لان حضرتك احنا اتفقنا ان كميه الانسولين لازم تكون محسوبه على كميه الكارب على اساس ان سكرك ال 100 اللي هو المظبوط. لو سكرك 60 والانسولين بتاعي اشتغل، ولو حصل اي طارئ في النص وظبطه خلاه يشتغل اسرع واقوى، حضرتك دخلت جيني في هايبوجلايسيميا في سكر منخفض هتخش في مشكله كبيره. وحضرتك لا قدر الله لو ما عرفتش تصحح او ترفع بسرعه ممكن نروح المستشفى ونخش في قصه ان انا هاخد اي دي فلويد محاليه وريديه، ولو لا قدر الله لا قدر الله استمر الوقت اطول حضرتك هتحتاج تعمل اشعه وقائيه وتعمل مش عارف ايه. يعني دخلت في دايلما انا في غنى عنها بتحليل هيكلفني 3 4 جنيه 5 جنيه مش معترض، بس صدقني كل تحليل حضرتك بتعمله بيوفر عليك بعد كده اضعاف الاضعاف من الرقم ده. واديت لحضرتك مثال لو حصل سكر منخفض في اي توقيت في اليوم حضرتك هتجري تروح المستشفى وتعمل وتخلي لو ما عرفتش ترفع بناء على جرعه على عدم قياس. يبقى القياس بتاعي مهم، يبقى لازم قياس قبل كل وجبه. طب والقياس اللي بعد كل وجبه بساعتين هيبني عليه قرار ولا مش هيبني عليه قرار؟ مهم ولا مش مهم؟ جرب كده معايا. انا سكري بعد الاكل بساعتين كان 100 100 110 120 بكتير، يعني سكري مظبوط. طيب انا عرفت ده منين؟ من القياس. طب لو انا ما اعرفش ولقيت بعد ساعتين ان بدا يحصل لي هبوط جامد وانا متعود ان سكري بعد ساعتين يكون مظبوط وباخد سناك لان الانسولين بيكمل في جسمي 3 ساعات. طيب بعد ساعتين بيحصل لي هبوط جامد قوي فبلحق وارفع من غير ما اقيس؟ ما انا ما اعرفش السكر بتاعي كام، يبقى لازم اقيس. طيب ولو ما قستش وما خدتش السناك بتاعتي، او لو خدت السناك ولقيت السكر بيعلى مني، يبقى انا لازم اقيس. يعني بمعنى ان القياس بتاعي هاخد عليه قرار وهيفرق معايا هاخد سناك بس تكمل الجرعه الانسولين الباقيه في جسمي، ولا هاخد سناك ترفع لي سكري لل 100 وبعد كده اخد سناك ثانيه تكمل معايا الجرعه المتبقيه في جسمي، ولا مش هاخد خالص وسكري عالي دلوقتي لاي سبب ان كان سكري عالي ولازم ان انا هقيس ثاني بعد 3 ساعات من غير سناك. يعني مش هاخد بقى وجبه بينيه اخدها دلوقتي بالرغم ان انا متعود اخد وجبه بينيه بعد وجبه ساعتين لما يكون سكري مظبوط عشان اكمل الجرعه بتاعتي. طب حضرتك ما قستش وخدت وكان سكرك عالي وما نعرفش ان سكرك عالي واخدت الوجبه البينيه اللي متوقع ان سكرك هيزيد، طب بعد ساعه ما حضرتك متعود ما تقسش بعد الساعه الثالثه وفضل سكري عالي 3 ساعات 4 ساعات لغايه ما تبدا الامور تنتظم شويه ينزل مع الجرعه اللي بعد منها، او لو اكتشفت بالصدفه من اعراض زياده شويه او كذا او كذا عملت تصحيح وخدت الجرعه التصحيحيه بتاعتي. في الحاله ديت حضرتك هتعمل ايه؟ هترجع تندم تاني ان احنا القياس بتاعنا كان فارق معايا 5 دقايق اسحاب، والقياس بتاعنا فارق معايا تكلفته 3 4 جنيه 5 جنيه بس وفر عليا كتير، وفر عليا ان انا ما يبقاش سكري مرتفع لفترات طويله. انا عارف ان الاسعار غاليه بتاعت الاجهزه وبتاعت الشرايط والكلام ده كله، فالله المستعان وبميزان حسناتكم رب العالمين. وكل سنه وانتم طيبين، وشهر 11 شهر السكر بتاعنا، بس ان شاء الله هنكمل بعد شهر 11 ويبقى لنا لقاءات ثانيه. وشكرا جزيلا للمقطع بالكامل واللي ساعدوني كتير في الاول، وانا بعتذر من اللي حصل المره اللي فاتت بطريقة الطريق اللي كان. كل سنه وانتم طيبين، ونلتقي المره الجايه نحضر مع بعض بقى الاكسترد او الانسولين والخليط، وهنكمل معاه الجزء بتاع المعامل التصحيح ومعامل الكارب وكيفيه حساباتكم، ونلتقي مع خير بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. لو في اي سؤال اجاوب عليه قبل ما اطلع، لو مفيش يبقى نتقابل على خير ان شاء الله. الله عز وجل.
مع حضرتك، مش هقفل لغايه ما تقول. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذ. قول سؤالك اتفضل. اتفضل يا استاذ نجلاء. شكرا لحضرتك. اتمنى ان يكون في فايده من اللي احنا بنقوله، واتمنى ان هو يوصل لعدد اكبر ويبقى ده على ايديكم كده رب العالمين. عبد الله، الاستاذ عبد الله حبيبي، انا بحب الاسئله. قلنا ان الهدف الاول ضبط السكر حسب المعدلات الطبيعيه، ماشي. معدلات طبيعيه اللي احنا قلنا عليها من 70 ل 100 صايم، ومن 70 ل 140 فاطر، وتراكمي تحت ال 5.7. هقول لحضرتك على حاجه. اوكي ماشي، مش معترض، وانا ما بحبش ال 140، انا بتكلم على ال 120. لا مش هتكلم في 85 قوي، في ناس قالت الكلام ده وفي مدارس ماشيه عليه، لكن انا بصراحه يعني ايه مش هقدر اقول لحضرتك ان ده الجزئيه بتاعت اللي هو التارجت وانا هي ريستريكشن جامد واقول كذا وكذا وكذا. لا انا بصراحه ماشي حوالين ال 100. انا بقول للناس ال 80 وال 90 وال 100 وال 110 وال 120 مقبوله معايا صايم وفاطر. الصايم لغايه ال 100 حلو قوي، والفاطر لغايه ال 120 حلو، مقبول مقبول جدا جدا جدا. حضرتك عايز بقى تمشي بقى حسب الكتاب وتقول ان الناس لازم تبقى 85 والكلام ده، ماشي انا موافق. بس تخيل بقى حضرتك واحد جاي على سكره 500 وانا بقول له سكرك يبقى 85، ايه رايك؟ هيضربني. فانا مش بقول ان ده الصح ان انا ازيد 85، ان انا اسيبه عالي، لكن انا بقول لحضرتك ان لغايه ال 120 لقينا ان ضعفات معاه قليله قوي 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 والمدى بعيد قوي. ما بقولش اقول لحضرتك الانسان الطبيعي يبقى كام من عندي كعادل او كده، انا بقول لحضرتك الدراسات بتقول كذا، الجمعيات العلميه بتقول كذا، المكتبه بتقول كذا. احنا الصايم من 70 لغايه 100، والفاطر من 70 لغايه 140، دي الجمعيات بتقول كده. انا بالنسبه لي بقول للناس لغايه 120 حلو، مش بتناقش معاهم لما بلاقي لغايه 120. الهدف بتاعي ال 100، انا بتكلم في ان يكون هدفي ال 100 او حوالين ال 100 يا جماعه صايم او فاطر. كويس؟ بس انا لا تامر، اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. دي نقطه. النقطه الثانيه، والله احنا على المدى البعيد لان من ال 100 حوالين ال 100 يعني ال 100 120 مش عامله لنا مشاكل كبيره على سنين طويله. ولما بتبدا المشاكل تبدا قليله قوي قوي قوي. وخلينا بس نتكلم في نقطه ثانيه، هو ليه الجمعيه 80 واحنا معترضين على الكلام ده؟ طبعا انا بتكلم على ال 140 بالنسبه لنوم الاطفال، وتحت ال 140 ما عنديش مشكله لو انا عرفت الانسولين بتاع انت من جسمي امتى، والبيكس بتاعت الانسولين السريه والانسولين القاعدي والكلام ده كله، بحدد القياسات الصح. انا نايمني ليه 140 ولا 180؟ الكلام ده كلام انا معترض عليه. لكن هم دايما بيقولوا احنا خايفين يا جماعه من انخفاض السكر، احنا خايفين من نوبات الضغوط. فبيقول لك طب خلاص نسيبه عالي شويه. طبعا ده انا مش مقتنع بيه تماما ومعترض عليه تماما. معنى ان بيحصل لي نوبات هبوط معناها ان انا اصحح نوبات الهبوط، مش ان انا اخلي سكرك عالي عشان لما يجي يهبط يوصل لل 100، لا اطلاقا. انا اعلم حضرتك او اتعلم مع حضرتك ان السكر امتى يكون مظبوط وامتى اخدت نوبات الهبوط، واصلح الاسباب بتاعت نوبات الهبوط. احنا دايما بنخاف من قصه نوبه هبوط. طب ما حضرتك نوبه الهبوط اسبابها ايه؟ 1 2 3 10. طب انا بقيس بعد الاكل قبل كل وجبه وبعد كل وجبه بساعتين ومظبط اموري. اصل انا هقول لك قيس كل يوم مره ولا اثنين، لا طبعا ده غلط، مفيش حاجه اسمها ان انا اقيس مره ولا مرتين، ده معناه بقى ان انا عرضه اكتر لنوبات هبوط اكتر. طول ما انت حضرتك مش بتقيس ومش بتتابع قياساتك هتلاقي مشكله اكبر في التحكم في السكر، مره تلاقي السكر عالي مره تلاقي السكر منخفض. دي بقت مشكله كبيره جدا قدام مني. ان مره السكر عالي ومره السكر منخفض. الزجزاج ده او التذبذب ده رايح جاي بيعمل مضاعفات اكتر من نشوء سكري مرتفع لفترات طويله بس ارتفاع اقل من الزجزاج اللي بيحصل او التذبذب اللي بيحصل. من الاخر حضرتك عايز تظبط سكرك، مش هينفع نظبط السكر بدون نظام غذائي محسوب ورعايه محسوبه حسب معامل الكارب وكميه الكارب اللي حضرتك بتاكلها وحقن انسولين مظبوط. على المدى البعيد محتاج ان انا اظبط السعرات الحراريه بتاعتي واقلل كميه الكارب بتاعتي. بدون كده صدقني والله مش هتعرف. ولو في اي حد بيظبط سكره دلوقتي على المدى القريب او حتى على المدى المتوسط بعد كده هتقابله مشاكل كبيره قوي. فهو لازم يظبط صح على المدى القريب وعلى المدى البعيد وعلى المدى المتوسط. ابدا من دلوقتي عشان المضاعفات ما تحصلش بعد 20 30 سنه، مش بتكلم في 5 سنين او في اي حاجه ثانيه. خلي المضاعفات بتاعتنا بعيده خالص عن القصه اللي احنا ماشيين فيها. وصل كده استاذ عبد الله. انا اتمنى ان انا اكون افدت حضرتك، واتمنى ان المعلومات تكون مفيده للناس وتكون بشكل مبسط وسليم وتوصل لعدد اكبر. لان انا ببقى بصراحه في اكتئاب جامد قوي قوي لما بلاقي ان معظم
الناس او حتى الحبايب بيجي يسالني يعني ايه كارب يا دكتور عادل، ولا يعني ايه مهام الكارب، ولا ليه اساسا بتدي جرعات ثابته؟ ما كله بيدي جرعات ثابته، هو مش كله بيدي جرعات ثابته بس الغالب بيدي جرعات ثابته، وده غير سليم وغير غير صحيح. فانا بعترض عليه جدا، وتعلمنا ليه يعني، اتعلمنا ليه الكلام ده كله. فخلينا كل سنه طيبين، نمشي حسب اللي احنا لقيناه صح، واللي بيظبط سكرنا، واللي بنلاقيه يظبط لنا الدنيا ماشيه ازاي. مره ثانيه كل سنه طيبين، وفي انتظار برضه سؤال لو حضرتك هتسال اي حاجه صعبه. انا معاك. اختبار الاجسام المضاده اسمه عملي ايه عشان اطلبه من المعمل؟ طيب هقول لحضرتك على شويه نقاط. هتطلبه ليه؟ هو حضرتك بقالك قد ايه على الانسولين؟ مش حضرتك اللي عايز تساله، بقالنا قد ايه على الانسولين؟ والانسولين دي بتاعنا كام جرعه في اليوم؟ والبنكرياس بتاعنا بيطلع ولا مش بيطلع؟ هو احنا بنطلبه امتى؟ لو انا عندي ديبيت، عندي شك، المصاب السكري اللي قدامي او البيشنت بتاعي انا مش عارف اذا كان هو نوع اول ولا نوع ثاني ولا نوع ثالث، البنكرياس بتاعه بيطلع ولا مش بيطلع، هو ماشي على اقراص هو محتاج انسولين ولا ماشي على انسولين هو محتاج اقراص. فانا بطلبه في التوقيت ده. الوالده 55 سنه بتاخد انسولين من امتى؟ جميل، بتاخد انسولين من امتى؟ والسكر من امتى؟ خلينا نتكلم لغايه ما حضرتك تقول لي ترد عليا. ما بتاخدش انسولين فخلاص السكر فاضي، يبقى انا في عندي، مش احنا اتفقنا ان الانسولين اللي بيطلع من البنكرياس ده بيطلع نوعين، نوع قاعدي اللي هو بيظبط لي السكر الفطري بتاع الصايم بتاعي، وبعدين الوجبات قبل الوجبات بعد انتهاء فتره الانسولين الثاني، ما هو نفس فكره ده البنكرياس الطبيعي. طب البنكرياس الطبيعي ما بيدينيش، ما بيطلعش انسولين كفايه بعد الاكل بساعتين، خلال بعد الاكل. فالسكر اللي بعد الاكل بساعتين عادي اللي احنا بنسميه سكر فاطر، او بعد الوجبه هو مش سكر فاطر، هو المفروض ان هو اسمه بوست كانديال بلاد جلوكوز ليفل، يعني سكر بعد الاكل بساعتين. حضرتك ما مش قادر اشوف، لا حضرتك في طالما سن كبير كده، ده غالبا نوع تاني حصل له فيلير، حصل له ان البنك الياس خلاص مش قادر يطلع انسولين. فلو حضرتك عايز تاخد قرار هنا، يعني حاجه اسمها سيب التايب، تحليل بتاع سيب التايب اللي هو بيبين لي كفاءه البنكرياس ومدى قدرته على افراز انسولين بشكل سليم. ولما حضرتك بتيجي تعمله في قواعد معينه بنعملها. لو انا باخد اقراص محفزه البنكرياس بوقفها، انا حتى الناس اللي هم سكرهم وسط او مش عالي قوي ما بقاش خايف عليهم، بوقف لهم كمان الميتفورمين او الجلوكوفاش حتى لو هو مش من الحاجات اللي بتحفز البنكرياس، وبقول له 24 ساعه اتليست على الاقل بدون ادويه. طبعا انسولين لو باخد انسولين مش بوقفه، وغالبا اللي بياخد انسولين انا مش بطلب له سيب الطعام. المهم انا حضرتك هتروح تعمل لي سكر صايم بعد الاكل 8 ساعات اليوم، يكون بعد النوم او اثناء النوم الموقع بالليل، يبقى تعمل لي صايم وتعمل لي معاه سكر صايم، وتعمل لي فاطر بعد الاكل بساعتين ومعاه سكر فاطر بعد الاكل بساعتين، ونبدا نقيم نشوف السكر اخباره ايه والسي بي تايب اخباره ايه. في حاجات معينه كده تكات معينه، بس انا خلاص انا تعبت والله فسامحني، لكن المعلومه موجوده عندي على الصفحه الشخصيه بتاعتي. فكانت الفكره ان حضرتك ممكن بقى ايه تعمل السي بي تايب هنا، مش تعمل لي اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي معناها ان في خلل مناعي في جسمي وطلع اجسام مضاده، وده ما بيحصلش غالبا مع النوع الثاني، لا ده بيحصل مع النوع الاول، فماليش داعي ان انا اكلمك التحليل مش هتوصل معايا. ايوه ماشي، يبقى حضرتك تعمل لها سيب التايب. هو انا مش بقول لك اعمل لها سيب التايب كده، هو الصح ان احنا نعمل تقييم شامل. الحركه بتاعتي اخبارها ايه؟ كام جرام كارب يوميا في اليوم؟ الاكل بتاعي كارب سريع ولا كارب بطيء؟ الاكل كل يوم بعد الاكل ساعتين بعمل تحليل واشوف. يعني في عندي حاجات كتير قوي قبل ما اقول لك روح اعمل لي سيب التايب. وان كان السيب التايب ده يعني ضروري بقى، طالما السكر بيبقى عالي معايا فترات طويله بعد الاكل او كل مره بعد الاكل ساعتين عالي، لا نعملها. بس والله انا بفكر حضرتك الاول احسب لي كام جرام كارب يوميا، لو هو 200 300 جرام كارب يوميا ما تعملش السي بي تايب وقلل الكارب بتاعك، حضرتك هتلاقي الانسولين بتاعك المعدلات الجلوكوز بتاعتك في البلاد هتلاقي قلت جامد قوي، يعني ممكن تنزل تحت ال 100 لو انت فعلا قللت الكارب بتاعك. وقللت دي يعني خلينا على الاقل اتليست يوميا 100 جرام، و 100 جرام دي سهله والله. انا لقيت ان الناس بتمشي 300 400، وفي واحد والله كان بيتابع معايا وجينا نتكلم ونعمل ديسكشن كده، واخدت منه اكل يوم كامل من اول ما بيصحى وقبل ما ينام، لقيته كان 500 جرام نشويات في اليوم. ده رقم مهول، 500 جرام نشويات يعني جلوكوتوكسيس، يعني في سموم في جسمه، فالجسم مش قادر يتعامل، مش قادر يستحمل. ايا كان حضرتك طيب الاول اعمل تقييم سليم، اعمل تقييم صحيح، شوف كام جرام كارب يوميا وابدا قلل الكارب. لو لقيت الارقام تتحسن معاك ما تعملش السيب تايب، مش بتتحسن معاك نعمل السيب تايب ونشوف الامور ماشيه ازاي. حاجة تانية قبل ما نقفل، صعبانة جميل.
تسلم، الشكر لك والله، والشكر للقائمين على الموقع وعلى البرنامج ده، وكل سنة وحضرتك طيب، والحضور كلهم طيبين، وأتمنى إن يكون في فايدة من الكلام اللي إحنا قلناه، ونلتقي على خير الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل.